بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي اي تي سي في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من بوكس تو بوكس مع محمد شبانه، واسمحوا لي اكون موجود مع حضراتكم كمقدم للحلقه دي، يعني بسبب اعتذار استاذ محمد لظرف طارئ، وان شاء الله يكون موجود معاكم في الحلقات المقبله. طبعا احداث كتيره وامور كتيره الحقيقه بتحصل في الوسط الكروي، وكل سنه وانتم طيبين، و يعني تعود عليكم الايام بخير. احنا بنحتفل بنهايه الموسم الكروي المصري، مش الموسم، نهايه الدوري بس، لان لسه عندنا كاس ما خلصش، لكن على الاقل هنحتفل كلنا ان شاء الله يعني، ونطلق صواريخ الاحتفالات ونجيب التورتايه ونقطعها بسبب طبعا اخيرا انتهاء الدوري المصري ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي بعد 11 شهر تقريبا بنلعب فيهم بطوله الدوري. يعني كنا قربنا نقفل السنه بس الحمد لله يعني ما كسرناش الرقم، وهنختتم الدوري اخيرا يوم الحد اللي جاي. طبعا كل شيء خلاص تحدد، اللي فاز بالدوري فاز، واللي تاهل افريقيا تاهل، واللي هبط هبط، فالامور محسومه. داخليه مقاولين بلديه المحله هبطوا للاسف. طبعا النادي الاهلي توج ببطوله الدوري، الاهلي وبيراميدز الى دوري ابطال افريقيا، الزمالك والمصري الى كاس الكونفدراليه الافريقيه، وبالتالي كل الامور تحددت. وسام ابو علي هو الاقرب للتتويج بلقب هداف الدوري 18 هدف، لانه طبعا المنافس الاول ليه فيستون نايلي خلص مبارياته ب 17 هدف، واعتقد يعني انه ما فيش حد هيجيب من المنافسين 6 و7 تجوان في الجوله الاخيره، فنقدر نبارك منطقيا لوسام ابو علي بالتتويج بلقب هداف الدوري رغم انه جاي في الدور الثاني، ودي واقعه يمكن بتحصل لاول مره في الدوري المصري. لكن كمان خلينا نقول انه جه في الدور الثاني او في انتقالات يناير، لكنه علشان المؤجلات لعب ماتشات كبيره جدا، كتيره جدا، عدد ماتشات كبير من مباريات الدور الاول، وبالتالي وكانه جاي من بدايه الموسم. طبعا هنتكلم في حاجات كتير، لكن خلوني ارحب بضيفين عزيزين بيشرفونا النهارده. خلوني ابدا من اليمين، كابتن محمد كمونه نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. انا مبسوط جدا انا معاك يا وليد، ويا رب تبقى حلقه كويسه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله بوجود حضرتك وبوجود برضو نجم تاني كبير، الحقيقه انا بعتز دايما بوجوده، كابتن حسن مصطفى نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. حبيبي عامل ايه؟ وحشني بقالي كتير ما شفتكش، وسعيد ان انا مع الكابتن كمونه طبعا. وطبعا كابتن حسن مدرب كمان لنادي جماهيري نادي الشرقيه، وكابتن محمد كمونه اصلا كمان ينتمي لنادي جماهيري او لبلد الحقيقه بتمتلئ بالمواهب الكرويه المنصوره، وطبعا كابتن حسن كمان اصلا من اسكندريه، فيعني عندنا قطبين جماهيريين كبيرين النهارده، منصوره وزمالك واسكندريه واهلي وشرقيه، فان شاء الله يبقى كلام كده ممتع. لكن خلونا نبدأ ب يعني مش عايز اقول انه خبر مش حلو، لكنه هو رصد خبري في الاخر، لانه النيابة العامة اصدرت بيان النهاردة اخيرا بشأن قضية لاعب نادي الزمالك احمد فتوح. يعني خلونا نقرأ البيان مع بعض. النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ. ده طبعا بيان رسمي، وده عنواني وعلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية. أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما نسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاءه بداخل السيارة وعلى جانبات الطريق، وحدثت وفاته كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها هنا. وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقا لدفاعي قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جزم وفق الثابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.
طبعا ده بيان قانوني من النيابة العامة المصرية، بيان رسمي. اذا يعني خلاص الامور واضحة، احمد فتوح هيحاكم بالتهم المذكورة في بيان النيابة العامة. يعني ما نقدرش طبعا نعلق على شيء، انا هاخد اكيد رأي الكباتن، لكن الرأي مش هيكون في الاجراءات القانونية، لكن على الاقل نقدر اولا نتمنى لاحمد فتوح او نتمنى للضحية او المتوفى الاول طبعا ندعو له بالرحمة ولاهله بالصبر والسلوان، واكيد هو التهمة قتل خطأ، احمد فتوح اكيد ما كانش يقصد، لكن في الاخر اكيد العدالة بتاخد مجراها و الأمور القانونية هتاخد مجراها. وأعتقد كمان أنه نادي الزمالك وفقا لأخبار أنه في واللاعب طبعا من جانبه والهيئة الدفاع الخاصة بيه بيتواصلوا مع أهل الضحية طبعا دفع الدية، ودي حاجة دينية وحاجة يعني وفقا للعرف والدين والتقاليد وكل شيء يعني طبيعي ان هي تحصل، ونتمنى وندعو ان الامور طبعا ما فيش حاجه بتعوض الفقيد لكن او بتعوض الروح، لكن في الاخر هو طبعا قتل خطا، وبالتالي اعتقد زي ما سمعنا طبعا انا مش متخصص في القانون، لكن زي ما سمعنا انه الاتفاق او قبول الدية او التنازل عن الحق المدني زي ما بيقولوا او التنازل من جانب اسره الضحيه بتخفف الحكم كتير جدا، وبيكون ده عامل ايجابي بالنسبه للمتهم اللي هو في الحالة دي كابتن أحمد فتوح. فنتمنى أن الأمور تسير إن شاء الله على خير، هي حاجة حصلت ومن غير ما كان حد ينتظرها ولا يتوقعها، لكن الكل معرض ليها سواء في موقف أحمد فتوح أو في الموقف أسرة الضحية. طبعا ربنا يقينا جميعا شرور الطريق وشرور الفجأة، لأنه الحقيقة الحادث حصل بشكل مفاجئ، فبالتالي لا نملك إلا الدعوات بالرحمة للمتوفى ومن الأمور تسير بخير بالنسبة لأحمد فتوح، موهبة الحقيقة مصرية ولاعب الحقيقة كان مميز جدا ولسه كان مميز، وأعتقد كان يعني بينتظره ولسه أيضا بينتظره مستقبل كبير. إن شاء الله الحادث أو الحكم أو الإجراءات ما تأثرش على مستقبل أحمد فتوح أيا كان، وفي الآخر هو الحكم اللي هيصدر هيكون هو عنوان الحقيقة زي ما بنقول. كابتن كمونة، موقف صعب بالنسبة لأحمد فتوح، وأحمد فتوح كان لاعب الحقيقة مهم بالنسبة لنادي الزمالك ومؤثر، والمفروض أنه كان عمود من الأعمدة اللي هيتبني عليها فرقة نادي الزمالك اللي المفروض ترجع للمنافسة ومنتخب مصر طبعا. أنا ما أقدرش إلا أن ربنا يتولاه ويرحم أمين الشرطة ويجعله مسوى الجنة، لكن ده استهتار برضه. يعني أرجع وأقول أن استهتار من فتوح، لكن ده وارد ان هي تحصل مع اي حد يعني. لكن يا رب في الاخر احنا بناخد العظه يعني يا رب نتعلم. يا رب الامور بس تخلص على خير، لان هو موهبه. فتوح مواليد 97، انا صغير ولعيب كويس جدا ولعيب كويس لنادي الزمالك ومنتخب مصر ومشروع لعيب كويس جدا لمنتخب مصر. لكن عاوز اقول ان صعب جدا. انا اللي مزعلني ان اهله هم اللي اكيد هم اللي حاسين بالمراره وحاسين بالتعب يعني. لكن ربنا عدى على خير، ربنا يكرم ان شاء الله وتعدى على خير، وتبقى درس لفتوح ان انت النهارده راجل لعيب كوره، الناس بتقتدي بيك، ان انت حاجه كبيره جدا في 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 لعيبه مصر. فاعتقد المفروض تبقى قدوه اكتر من كده. كابتن حسن، ليك تعليق على الموضوع؟ لا، انا زعلان منه جدا، لان انا اتعاملت مع ابو الفتوح، لعيب كويس جدا ومحترم واخلاقه كويسه جدا، بس انا زعلان منه ان دايما بيبقى كل واحد بني ادم عنده موهبه وعنده حاجات كتيره كويسه، وبيبقى قدامك مستقبل كويس، وان انت ما بتركزش فيه وما بتحافظش على لقمه عيشك وما بتحافظش على مستقبلك، لان انت من الاعمده نادي الزمالك، والنادي الزمالك كان بيموت نفسه عشان يمضي معاك العقد، ومن اعمده منتخب مصر. انت دلوقتي ما عندكش باك ليفت موجود في مصر غير ابو الفتوح، وحتى تقعد تفكر كده عقبال ما تيجي محمد حمدي، فبتقعد تفكر كده. فدوت برضو بقول ان استهتار منه، ان هو بيستهتر في مستقبله، في اكل عيشه، في حياته. وكمان زعلان منه جدا، لان هو ان انت تروح لماده مخدره او ان انت كذا او كذا، الحاجات دي
انت مفروض قدوة للشباب وقدوة لحاجات كتيرة، وفي الاخر انت لازم تبقى واخد بالك من اكل عيشك، واخد بالك من حياتك، واخد بالك من دنيتك، لان انت في الاخر محدش يعني انت او خبطت واحد ورجل مات ومعرفش عنده ولاد ولا متجوز ولا 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 اكيد موت خطأ يعني، لان هو بيعدي الطريق فخبطه يعني، انت فاهم. بس انا بتكلم ان الاستهتار وحش، ان انت بتبقى دايما مش واخد بالك من حياتك ودنيتك، دي حاجة وحشة. دايما ربنا بيكرم البني ادم لما بيبقى قريب من ربنا، بيعمل حاجات كتيرة كويسة، ربنا بيكرمك في كل خطوة انت بتمشيها يعني. فانا ربنا يعني يستر عليه، واتمنى ان شاء الله باذن الله الامور كلها تتحل، لان في الاخر برضو هو لسه سنه صغير وفي حاجات كتير حواليه كتير برضو، ممكن تكون الصحبه برضو مش أيوة مش كويسه، فهي ديت اللي بتوصله للنقطه ديت. فبتمنى اي لعيب كوره صدقني انت في حته كويسه جدا، بتلعب في الاهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا في اي نادي، في ناس كتير قوي بتتمنى يبقى، في ناس بتشتغل ب 1000 جنيه و2000 و3 بياخدوا مرتباتهم وعايشين بيوتهم. احنا دلوقتي ربنا كرمنا وعايشين كويس بسبب ان انت بتلعب في الاهلي ولا نادي الزمالك ولا كده، وبتاخد فلوس كويسه وبتلبس كويس وعايش عيشه كويسه، فلازم تحافظ على الاكل عيشك قوي قوي، تحافظ على النقطه دي. هو طبعا كلنا يعني كلنا في حاجه للنصيحه، بننصح نفسنا وبننصح الجميع، هو في الاخر درس يعني، موقف درس لفتوح ان شاء الله يرجع. هي طبعا صدمه مش قليله وتجربه هتبقى صعبه جدا، وهي اوريدي صعبه، لكن المفترض انه يرجع منها اقوى، يكون عنده اراده وتكون نقطة تحول. ياما شفنا نقاط تحول حتى في تاريخ أساطير عالمية، شفنا لعيبة، شفنا محمد علي كلاي، شفنا مايك تايسون، شفنا أسامي كبيرة تورطوا في حاجات صعبة جدا ورجعوا بعدها أقوى بإرادة وغيره وغيره وغيره. الحقيقة في تاريخ الرياضة وفي تاريخ الكورة المهم يكون درس، مش بس الفتوح زي ما كابتن حسن وكابتن كمونة قالوا، لكن كمان لكل لاعب كرة قدم في أي مكان. أنت في نعمة كبيرة، ربنا مديك نعمة وجماهيرية وناس بتحبك وناس واقفة وراك وناس بتهتف لك، وده يعني قليلا. اما بتبقى عند حد فانت لازم انت تتعامل بده بمسؤوليه، زي ما بنشوف النجوم بره عامله ازاي، وتتعامل مع ده بتقدير للنعمه اللي ربنا حطك فيها، وان انت تكون قدها، لانه في الاخر انت كل شيء، وده شفناه مع فتوح في لحظه ممكن صح. ينتهي. خلينا ناخد الجانب الفني بقى كابتن كمونه، دلوقتي نادي الزمالك بقى في موقف صعب طبعا صعب ان فتوح يبدا الموسم مع نادي الزمالك، واصلا قصه الصفقات في نادي الزمالك وانك تجيب لعيبه، يعني هو الزمالك كان سد الحته دي وخلاص فتوح موجود، ففجاه لقى نفسه مش موجود، يعني بعد ما كان بيفكر هيجي والله هيجي واحد تاني يعني مهاجم، فانا عايز كمان بقى يعني عايز اتنين دلوقتي باك. وخلي بالك عبد الشافي هيبتدي يتمرن ويرجع تاني برضه، بس برضه عبد الشافي كتر خيره كبير بقى في رهان في صعب برضه. لكن انا شايف ان حسن ابو المعطي ده لاعب كويس قوي 2005 وانا دربته، لعيب هايل وستايله كويس، لكن برضه لسه الخبرات قليله عليه. ولكن الفتره الاخيره جوميز لما لقى ان الدوري خلاص بعيد عن نادي الزمالك، فبيبتدي دلوقتي ان هو بيجرب لعيبه كتير قوي ناشئين، عشان عارف ان الماتشات دي بتبقى ضغط للعيب، فبتفرز اللعيب الكويس اللي يقدر يكمل معاه، او يقدر اللعيب اللي هو يوديه اعار. فبالتالي انا برضو مش عاجبني في حاجات، ان انت النهارده مهما انت بعدت عن المسابقه او ما بتنافسش، لا انت يبقى ان انت نادي الزمالك نادي كبير طبعا، لازم كل مباراه تكسب حتى لو بالناشئين بتاعتك. لكن جوميز جه حط حسن اللعيبه كلها صغيرين مع بعض، واللعيبه اللي ما بتلعبش فالاثنين ما شالوش بعض، لا انا كنت العب الفول تيم بتاعي، ممكن الناس كويسه تتحرق العب الفول تيم بتاعي وانزل بقى ازق اثنين ثلاثه، ابقى مطمن على النتيجه وابتدي ادخل لعيبه تانية. لكن الراجل بيشتغل صح، لان عارف ان ممكن القيد ما يتفتحش. فبالتالي ان هو عندنا قاعده ناشئين كويسه جدا، في معظم اللعيبه اللي لعبت امبارح لعيبه كويسه جدا، وفي لعيبه هو مريحها، لكن يبقى الانديه الكبيره ما تبقاش تجارب. لان اتكتب يا حسن ان الجيش كسب نادي الزمالك صح. كذا 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 تاريخ، من غير ما حدش هيتكلم ان هو يقول لك ايه ده كان بيلعبوا في الناشئين، لا صح. وانا بقول لنادي الزمالك دلوقتي اما تلعب الكاس، النادي الاهلي خرج، النادي الاهلي مش هيبقى موجود، فانت بالتالي لازم تلعب الكاس عشان تاخد البطوله عشان على الاقل تعوض او تاخد بطوله بعد الكونفدراليه اللي انت خدتها، اخد الكاس، انت عندك بطولتين كاس مصر والسوبر الافريقي، فانت جالك دلوقتي
بطوله كويسه. ما اقعدش بقى اقول لك انا هلعب بالناشئين، لا مش هطلع. طب انا عندي معلومه ان هو فعلا مش هيلعب بالناشئين وانه هيلعب فول تيم في الكاس. يا ريت. انت يا كابتن حسن رايك ده قرار في صالح نادي الزمالك، فكره انه خلاص الاهلي مش موجود في البطوله، فبالتالي انت عندك فرصه اكيد، النادي الاهلي طول الوقت منافس، فانت كده في منافس تم استبعاده، انك تلعب بالفول تيم بتاعك هو كان القرار الافضل بالنسبه لنادي الزمالك. بالمناسبه جوميز المعلومه اللي عندنا انه ما كانش عايز يلعب الكاس اصلا، وشايف ان ده فيه اجهاد وانه لازم يستعد للموسم الجديد بشكل مختلف، وقال لهم لو عايزين تلعبوا الكاس العبوا بالشباب 2005 يعني مش بالفيرست تيم، وريحوا الناس عشان بدايه الموسم اللي جاي. لكن في قرار من الاداره واداره الكوره انه لا هنلعب بالفول تيم وجوميز هيقود الفريق. انت شايف انه ده القرار الافضل، بطوله زي ما كابتن كمونة بيقول متاحه بالنسبه لنادي الزمالك وعندك قدره ان انت تكسبها؟ والله نادي الزمالك ما تعرفش الضربه هتجيله منين. من هنا ولا من هنا، من الوقف القيد ولا من اللعيبه ولا كذا. بس اللي انا يعني لازم نادي الزمالك يبقى عارف هو عايز ايه الفتره الجايه، نادي الزمالك نفسه عايز ايه الفتره الجايه، عايز السنه الجايه يفتح القيد، عايز يجيب لعيبه جديده، عايز يلعب على البطولات كلها السنه اللي جايه، ولا عايز ياخد كاس مصر والسوبر وكده. لان احنا وانت بتقدم دلوقتي انا قعدت اضحك يعني ان احنا بنفنش الدوري والناس الثانيه لسه هتبدا الدوري، الدوريات بدات فاهمني، فحاجه هم يبكي وهم يضحك. هنا عند النقطه دي عشان معانا مداخله مهمه مع الاستاذه الدكتوره مها غانم استاذه الطب الشرعي والسموم الاكلينيكيه. تحياتي يا دكتوره واهلا بحضرتك. بحضرتك يا فندم. طبعا يعني القضيه الاشهر في مصر دلوقتي قضيه كابتن احمد فتوح، لكن في حاجه بما ان حضرتك طبعا استاذ معروف في الطب الشرعي محتاجين يعني ليها استضاح في بيان النيابه العامه، لانه النيابه العامه طبعا بعد فحص الطب الشرعي للاعب وعينات اللاعب، طبعا احنا شفنا كان في تحليل مبدئي في ماده الحشيش بالظبط، والتحليل او المراجعه بتاعت الطب الشرعي وتحليل بقى العينه الرسمي اثبت ده، لكن في جمله بتقول فيما نسب اليه من احرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي. فالجملة دي معناها انه احرازه، هل معناها انه بمجرد ان النتيجة طلعت ايجابية يبقى احرازه، ولا انه وجد معاه في السيارة المادة المخدرة وكانت يعني بعيدا عن ان هي ايجابية في دمه هي كمان معاه في السيارة بعد فحص النيابة او بعد هو الاثنين؟ هو طبعا هو كان في فحص مبدئي، والفحص المبدئي ده اوقات بيحصل تداخل حاجة اسمها فولس بوزيتيف، ان هي بيحصل تداخل مع ادويه اخرى بالذات من ضمن الحاجات من ضمنها المعروفه الحشيش بالظبط. فعشان كده تم تاكيد الفحص. فدي نقطه. النقطه الثانيه، لا هو كمان معاه غير ان هو تعاطى فعلا واخد حسب التقرير، لا هو كمان معاه كان يعني حته بس مش كبيره. بيتم اعتبارها طالما حاجه بسيطه يعني بيتم يعني اعتبارها جزء للتعاطي وليس للتداول. تمام. طيب الكميه اللي تم احرازها او تم ايجادها كميتها بتفرق في رؤيه المحكمه بعد كده او طبعا هو الكميه طبعا هو الكميه طبعا اللي في اللي معاه ممكن تفرق في اذا كان هو واحد بيتعاطى يعني خد جرعة ومعاه واحدة مثلا تانية أو حاجة، ولا لا ده واحد بيتداول أو بيتاجر فيها، فطبعا العقوبة بتختلف. دي حاجة. الحاجة التانية هي المشكلة إن إن بس الحشيش الناس بتشوف إنها بتاخده في مناسبات متعددة، وبيشوفوا نفسهم بيضحكوا بيتكلموا ولا دايخ ولا يعني متأثر بصفة عامة، فبيقول لك ما فيهوش حاجة، ده حاجة بسيطة يعني. لا طبعا هو بيعمل حاجة خطيرة جدا، حشيش بيعمل حاجة اسمها اضطراب في تقدير المسافة والوقت. يعني حضرتك ما تعرفش المسافة اللي بينك وبين اللي قدامك ده قد ايه بالظبط، والوقت اللي هتاخده عشان توصله او تقف قبليها بقد ايه. فدي طبعا من الحاجات المهمة جدا بالذات لو واحد سايق. بالظبط. طيب طيب يا دكتور المادة دي بالنسبة بقى للرياضيين بعيدا عن الجزء اللي حضرتك شرحتيه بخصوص تقدير المسافة والوقت، هل ليها تأثير سلبي على الرياضيين سواء المدى القصير او المدى البعيد طبعاً بالنسبة للقدرات البدنية؟ تعاطي يعني متكرر اللي هو بيسموه ادمان بقى، واحد ماشي عليه بصفة
دائما طبعا بيأثر على الملكات يقولوا ايه التفكير والمخ والحالة الصحية العامة. لا طبعا بيبقى ليه أضرار متعددة وعلى كل الأجهزة مع الوقت. هو بس الواحد في الأول ما بيقدرش حاس قوي لأنه هو بيفتح الشهية تمام، فبيزيد وزنه فبيحس أنه هو لا ده مش زي بقى الكوكايين والهيروين والحاجات دي، لا 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 بس طبعا بيأثر على المخ لانه طول استعمال. انا ليه سالت حضرتك السؤال ده؟ لانه للاسف يعني بنسمع انه في اعتقاد سائد انه ممكن ده يزود القدره على التحمل او يزود القدره على، هو بيدي هذا الاحساس الكاذب. انا بقول لحضرتك، هو بيعمل يعني هو بيديك ايحاء ان انا الوقت اللي انا بقطعه والمسافات اللي انا بقطعها دي مش عارفها حضرتك بالظبط، فبيتهيأ لك ان انت تقدر تعمل حاجات اقوى وحاجات بالزبط. احسن لكن هو طبعا احساس كاذب مش مظبوط. في ادويه معينه ممكن الرياضي او الشخص العادي يتناولها لاي غرض تاني ويكون فيها نسبه ما او تدي الفولس بوزيتيف او الايجابيه الخادعه اللي حضرتك اتكلمتي عنها؟ اللي هي بس في التحاليل الاوليه، حاجات بسيطه جدا زي المضادات المسكنات اللي احنا بناخدها كلنا. المسكنات اللي هي زي الفولتارين وزي ما بيسموها مجموعة الاسترويدات بوست بوزيتيف. يعني حتى الأدوية اللي مش نازلة جدول اللي بيتم صرفها عادي بشكل طبيعي. لا لا الأدوية العادية. أيوه الأدوية العادية، بس هو عشان كده بيضطروا إلى عمل تحليل تأكيدي تاني على أجهزة لا يختلط عليها هذا الأمر. طيب ايه اللي ممكن يعني في راي حضرتك يا دكتور ايه اللي ممكن يتعمل علشان نزود التوعيه بالنسبه للرياضيين بخطوره؟ يعني احنا كان في فتره من الفترات شفنا مثلا الترامادول بيتم تعاطيه، وده على فكره كان تصريحات حتى المدربين واللعيبه انه كانوا عادي بيدوا للعيبه بتاعتهم علشان قدره التحمل وخلافه، وما كانش ساعتها الترامادول موجود في قائمه المنشطات بالظبط، وبقى موجود بشكل رسمي دلوقتي. فايه اللي ممكن يتعمل علشان نزود هذا الوعي بالنسبه للرياضيين في مختلف بقى الرياضات ومختلف الفئات العمريه؟ هو المفروض ما يتعطاش اي حاجه غير تحت اشراف طبي. بالظبط بالظبط كده، يعني حتى بعض الحاجات الرياضيه بيدوهم حاجات تزود يعني العضلات وتزود هو احنا اساسا كده احنا كده كرياضيين يعني ما بناخدش اي ادويه غير لما الدكتور حتى دواء الكحه، لان في ادويه كتيره جدا بتخش تحت المنشطات فبناخد الامور دي. ده العادي يعني. انا لما كنت في النادي الاهلي ومنتخب مصر وفي الزمالك نفس القصه، كنا لازم قبل ما اخد اي دواء الدكتور هو اللي يقول لي ده جدول او داخل في المنشطات او يعني. كلام حضرتك مظبوط يعني. الله يخليك. هو طبعا سواء المنشطات او الحاجات اللي بتزود العضلات او الحاجات اللي بتزود اللياقه العامه، فكل ده لازم يتاخد حساب. ما ينفعش الواحد ياخده كده منه لنفسه او حد يقول له ده كذا فيقوم ياخده. طيب في بعض الناس بتتناقل ده بينها وبين بعض. هو للاسف بقى في فوضى في طبعا انت عارفه في يعني صالات الالعاب الرياضيه او الجيم كما يطلق عليها بقى. الموضوع منتشر بشكل كبير وبعيده شويه عن الرقابه، فاعتقد الموضوع محتاج شويه نظره من يهمه الامر، لانه فعلا الموضوع بقى منتشر بشكل كبير وتداول الادويه المنشطه والمكملات اللي الله اعلم بيكون تركيبها ايه بقى بشكل كبير جدا وبدون لا مراجعه طبيه ولا مراجعه علميه، والموضوع بقى مفتوح الشباب بيضرب ولها تأثيرات خطيرة جدا على المدى الطويل والقصير. طيب وكم من الناس اللي شفناهم ماتوا موت فجأة كده اهوت نتيجة تعاطيهم هذه المواد. بالظبط بالظبط. طيب يا دكتور انا عارف انه قد يكون سؤال بعيد عن مش التخصص، بعيد عن البوزيشن بتاع حضرتك، بس لو عندك معلومة او ده حصل قدام حضرتك في اي يعني موقف سابق، لانه على السوشيال ميديا النهاردة يعني انتشر جدل، طيب بما ان الحشيش مادة مخدرة او مادة تحت بند المنشطات ومن المواد اللي بيتم ايقاف اللاعبين عليها بالنسبه للفحص المنشطات لفتره ما، والنهارده في تقرير رسمي الطب الشرعي اثبت انه اللاعب تعاطى ماده الحشيش، هل ده ممكن يكون ليه تاثير على اللاعب بالنسبه للايقاف في قصه المنشطات بما انه اثبت من النيابه العامه، ولا ده موضوع وده موضوع، ولا الموقف ده ما عداش على حاجه؟ لا لا لا، هو المنشطات دي حاجه، وطبعا لو ثبت طبعا في اي لعبه في بعض الالعاب كثيره لو ثبت اللي هو التعطيل بيتوقف فيه بيوقفوه ما بيدخلش مسابقات وما بيدخلش حاجات. هي بس العمليه مش بس المسابقه، لكن هو المشكله صحته على المدى الطويل. الحاجات دي بتؤثر على الاجهزه
الحيويه في الجسم زي القلب وزي زي الاورده والشرايين. مش بس حكايه ان انا بربي عضلات وبدي لنفسي قوه، لا، الحاجات دي بتؤثر على الجهاز الدوري، وبالتالي ممكن الواحد يحصل له زي ما بيقولوا توقف مفاجئ للقلب. ده فدي بتتكرر كتير جدا. ده غير بقى الحاجات الثانيه اللي هي مثلا بالذات لو في منشطات والكلام من ده، حاجات بقى اللي بتؤثر على الانجاب وعلى وبتعمل تغييرات في شكل الجسم وبتاع، لا اللي هي التثدي وبتاع المدى الطويل وكده. طبعا لا، بيبقى لها حاجات سيئه جدا. يعني بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة مها غانم، أستاذة الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، على المداخلة المهمة جدا طبعا، والرسائل اللي توجهت والمعلومات القيمة اللي قالتها الدكتورة مها. لأنه الحقيقة الموضوع احنا بنشوف بعينينا في الجيم والصلاة يا كابتن، الموضوع بقى في عشوائية، وأي حد بيدي لأي حد البرطمان ومش عارف حبوب إيه وبودرة إيه، والموضوع بقى منتشر، وفي الآخر الشباب هم اللي بيتأثروا. ممكن بالمناسبة ناس تاخد ده بحسن نية، يعني مجرد إنه بس علشان شكل العضلة وعلشان، وفي الآخر هو أول حد بيتأثر. لا أكيد طبعا، لأن الواحد أي واحد عايز يلعب حديد أو يلعب جيم وكده وعايز يضخم وكده، ففي حاجات كتيرة جدا بتساعدك على الحاجات دي. في ناس بتدي حقن، في ناس بتاخد حاجات كتيرة جدا، فديت بالنسبه للامور كلها بتاثر عليك في كل حاجه، بتاثر عليك في قلبك في كذا. ممكن اساسا تاخد حاجه تلاقي ضربات قلبك زادت، تلاقي نفسك مش قادر، يجي لك هبوط بتموت. في ناس كتير قوي ماتت كده يعني في الجيم، كتير جدا يعني في الامور دي. فلازم بصراحه اي واحد، انا عن نفسي لما باجي اخد اي دواء بتصل بالدكتور اقول له انا هاخد الدواء ده، يقول لي اه لا اخد الحاجات دي لا. واحنا كمان كنا لما بنلعب يعني مثلا كنت اجيب حاجه مثلا عايز مثلا ريكفري او اعمل كذا، اجي اقول للدكتور دي تنفع، يقول لي لا ما تنفعش، لا دي تنفع، لا كذا. جدول بالظبط، لان كان دايما عشان احنا كنا بنلعب في منتخب مصر و طبعا في افريقيا وكده، فلازم كنت كل حاجه ده. انت عارف في مره كنت اخد دواء كحه، كنت تعبان جدا، فراح كاتب ان حسن مصطفى خد دواء كحه عشان عنده برد وكذا، ودخل كل حاجه في الماتش عشان ما توقفش. بالمناسبه كنا بنسمع طبعا وقتها ان كابتن بركات كان عنده حاجه في الغده، كان بيبعته لازم. ده حقيقي فعلا؟ لا ده حقيقي. ويبعته ان اللعيب دوت، ويبعته كل التقرير الطبي لو طلعت التحليل ايجابي، عشان لو دخل عمل التحليل ده الراجل ده يثبت ان هو بياخد دواء الغده فما يتوقفش. كابتن كمونة، يعني متهيألي زي ما قلنا ان الموقف ده في الاخر هنطلع بدروس، يعني طبعًا مهم طبعا للدكتوره كانت بتتكلم طبعًا فيه طبعًا، وبقينا بنشوف ده كتير. خلي بالك برضه يا وليد، انا حصل لي موقف كبير جدا جاري من 3 شهور او 4 شهور، ولد صغير حسن كان رفيع، وبعدين دخل الجيم وعمل عضلات وبتاع الكلام ده، وكان بياخد البرطمانات والحاجات دي وبتاع الكلام ده، وجيه فجأة واحدة مرة واحدة وقع وتوفى. فده دروس يا جماعة، مش أي حد يقول لك مثلا ده فيتامينات أو فين مش عارف تاخدها. فبالتالي ده بتأثر على القلب طبعا أو الكبد أو على الإنسان عامة. فبالتالي لا ده صعب، لازم كل دواء أو كل أي حاجة لازم بإشارة دكتور. زي ما واحد بيخش الصيدلية أنا عاوز دواء كذا، المفروض الصيدلي ما يوافقش، الا لازم الروشتة للدكتور. ما ده اللي بيحصل. انت النهارده لو انت سافرت بره، وانت سافرت بره حسن كتير، لما تيجي تروح تجيب دواء يقول لك فين الروشتة. احنا لا، في حاجات محدوده بس اللي ممكن تتاخد اللي معروف، الحاجات اللي هي حاجات سهله تاثير البسيطه خالص، لكن في شباب، لكن ما فيش مضادات حيويه بتتصرف كده، وما فيش بالظبط. لكن في شباب بتروح، في شباب يقول لك فرحان ان هو بيضخم، وان هو الحاجات دي بتاثر. هي المفاجاه كمان انه يعني عايز اقول ان 70-80% من المواد دي كمان بتبقى مغشوشه ومضروبه، يعني غير ان هي اصلا كهرمونات او امينو اسيدز او مش عارف كل ده، غير ان هي مضره او مش مضره لازم تستخدم تحت اشراف طبي، هي كمان اللي موجود في السوق معظمها مضروب. فما تثقش في اي حد. يا جماعه دكتور كمال الاجسام نفسهم ما بياخدوش الحاجات دي، لا بياخدوا حاجات عشان يضخموا، لان العضل بتاعهم في اوقات لازم بيجوا في سن معين، في اوقات كتيره جدا قلبهم ما يستحملش بيموتوا. صح، وتلاقي في نجوم عالم كبار اجانب، يعني شوف دول قمه بقى التقدم والصرف، بيموتوا بسبب ان بياخد، لان هو في وقت كبير جدا، لان انت في وقت جسمك ما يقدرش يضخم الضخامه اللي هم بتوع كمال الاجسام زي بيج رامي والكلام ده. فهو بياخد حاجات كتيره جدا عشان يضخم، لان دي بتبقى الموضوع مفتوح. بس
خلاص انت براحتك بقى، انت اللي هتموت او تحصل لك حاجه او يحصل لك ضعف جنسي او 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 حاجات كتيره جدا، يعني انت المسؤول عن نفسك. اه الموضوع يعني نتمنى ان الموضوع يكون بدايه كده مراقبه بشكل اكبر، وكل واحد يراعي ضميره، يعني حتى لو معلكش رقيب فربنا هو الرقيب. يعني ربنا في الاخر شايفك انت بتضر حد، فانت في الاخر بتتحمل مسؤوليه قدام ربنا حتى لو ما تحملتش المسؤوليه القانونيه دلوقتي. طب نرجع لموضوع الزمالك والكاس. احنا دلوقتي الزمالك لازم يوضح لنفسه هو عايز ايه، عايز السنه دي ياخد الكاس والسوبر، ولا عايز السنه الجايه يعمل القيد ويجيب لعيبه كويسه، لان نادي الزمالك محتاج في كل صفقات، صفقات كتيره مش محتاج حارس مرمى، محتاج خط ظهر كامل، محتاج نص الملعب هو الوحيد اللي ممكن يكون ماسك نفسه شويه عنده. المجموعه اللي جت في يناير يا كابتن حسن، مين فيهم تعتبره نجح؟ وهاخد برضو راي كابتن كمون. مجموعه احنا شفنا طبعا في عبد الله السعيد او الصفقات الاخيره، يعني عبد الله السعيد ونصر هو اللي كان عندهم خبرات، عبد الله السعيد وشحاته واللي جاله الصليبي احمد حمدي وناصر، هم دولت اللي عندهم خبرات ولعبوا في الدوري. مهاب وزياد كمال كل دولت، كل وياسر طبعا اللي مشي، كل الناس التانية اللي هي حتى جم من طنطا او جم كذا ما عندهمش خبرات، ما لعبوش كتير، ما لعبوش، ما احتكوش. فاللي هتلاقيه اللي هو يجي يشيل تيشيرت نادي الزمالك هتلاقي عبد الله السعيد، هتلاقي شحاته عنده طموح، ولد لسه بيلعب في المنتخب الاولمبي وكان هيموت نفسه عشان عايز يثبت نفسه للناس وكده. ناصر نفس القصه، عايز يثبت نفسه وعايز يقول للناس انا الاهلي مشاني وانا كذا وانا لعيب كويس وعايز اروح منتخب مصر. نفس القصه احمد حمدي جاي من بره لعب في الدوري كتير. كل الناس اللي كان عندها خبرات في الدوري، وكنا وانا كنت هنا في البرنامج ده بقول اللي هينجح هم اللي لعبوا خبره هنا. مش اللي لسه عايزين لسه جايين من درجه تانية او لسه كذا. صعب جدا تجيب لعيب لسه ما لعبش في الدوري الممتاز او لعب في انديه صغيره شويه وتجيبه على نادي الزمالك. بيجي له تشوك كده ان الجمهور وانت ماشي في الشارع بيبقى الامور شخصية صعبه، شخصيه اللاعب بتفرق. صعب، لا صعب عليه غير لما يفضل النادي يلعبه مره واثنين وثلاثه وحش حلو. لا نادي الزمالك عايز لعيب جاهز، عايز واحد تدفع فلوس بدل ما تجيب لي ابراهيم نضاي ولا تجيب لي سامسونج ولا تجيب له واحد زي بن شرقي ان شاء الله تديله مليون ونص ولا 2 مليون دولار. ما انت بتصرف لده مليون وده مليون وده مليون ما بيجيبوليش حاجه. طب ما انا اجيب واحد زي دوت واقعده، اجيب حجم لعيبه تقدر تشيل نادي الزمالك، النادي الزمالك يقدر يستفاد منها. ما اجيبش كميه لعيبه وخلاص وفي الاخر استفاد بثلاث اربع لعيبه من الصفقات اللي فاتت دي. بن شرقي وزيزو، السؤالين. زيزو جاي له عروض كبيره ولحد دلوقتي ممكن يكون يعني الموضوع 50 50 انه يمشي او يقعد، بس جاي له عرض برقم كبير من يوم، وكان العربي القطري عرفنا انه العرض بتاعه وقف عند 4 ممكن 5 مليون دولار، ممكن يزيد شويه يوصل ل6. نفس الحكايه نيوم السعودي، وممكن يكون في عروض تانية. رقم الاداره ممكن تفكر تقول لك يجي من زيزو يحل الازمه، وعندنا ايقاف قيد وعايزين نعمل صفقات. ده راي. الراي التاني يقول لك ما ينفعش زيزو يخرج لانه هو نجم الفرقه وايقونه الفرقه ولازم نبني عليه، بس ده كمان هيساوي ان الزمالك هيكون عنده مسؤوليه او دور انه يوفر له، لانه لازم يجدد عقده، فهيجدد برقم كبير، انت لازم توفر فلوس، فده حمل ولود على نادي الزمالك. ده سؤال بالنسبه لزيزو، رايك انت مع اي اتجاه؟ تاني حاجه اشرف بن شرقي وعودته للزمالك، خرج من الزمالك طبعا هو كان متالق ومكسر الدنيا مع الزمالك طبعًا. خرج لعب في الدوري القطري، ممكن ما يكونش بنفس التوهج اللي كان عليه مع نادي الزمالك، لكن يبقى طبعا عارف الفرقه ولعب في الدوري المصري ومتالق اه، وهيجي برضه برقم هو طبعا فري، لكن المرتب بتاعه هيبقى بتتكلم اقل حاجه من 1,100,000 دولار زي ما عرفنا. رايك في قصه زيزو ورايك في صفقه بن شرقي؟ بص يا وليد، كان حسن بيتكلم دلوقتي بيقول ان الزمالك لازم يبني كويس ويعمل فرقه كويسه. انت النهارده لو طلعت زيزو يبقى انت هتجيب مين بديل بتاع زيزو؟ انت المفروض انت بتجيب لعيبه وبتبني، انت محتاج على الاقل 7 8 صفقات، وثمان سبع صفقات ويكونوا جامدين جدا. انت النهارده الحمد لله بدات ترجع خطوه كبيره جدا، ان انت ترجع بن شرقي. فانت النهارده انت محتاج زيزو جدا، خصوصا زيزو زي ما حضرتك بتقول ايقونه نادي الزمالك، الجمهور بيحبه جدا. اه ممكن بيعه يحل كتير، بس انت هتجيب مين زيه او الاعلى منه؟ فبالتالي لا، انا شايف ان زيزو يبقى موجود في النادي ويتجدد من النادي. وانا سمعت ان هم مجلس الاداره هيقعدوا معاه حسن
وهيتكلموا معاه وهيجددوا له مع وجود بن شرقي، مع موجود صفقات كويسه جدا، الزمالك هيرجع تاني زي الاول. انت في سؤال بتقول لي ان في صفقات مين اللي كانت كويسه؟ لا، انا شايف زي ما حسن بيقول ان صفقات اللي هي عندها اللعب، اللي هي عندها خبره. يعني انت النهارده ناصر ماهر ده من احسن لعيبه بلاي ميكر في مصر. لعيب جامد جدا ما شاء الله. الاحسن اللي هي بتبقى خبرات عنده، لعب كتير واتنقل من الاهلي واتنقل من الانديه التانيه. حاجه التانيه، انت النهارده عندك المعلم اللي هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ده انا بعتبره مدرب جوه في الفرقه، مع ان بيلعب مش مركزه. انت النهارده ليه الناس قالت لك ليه هو عبد الله بيلعب 8 ليه؟ 8 لا، الراجل حاطه في ان هو الوحيد اللي بتطلع الكره منه صح، فبيقدر يبني كوره. انت النهارده من بعد عبد الله ما قعد انت مش عارف تطلع بالكره من تحت. ففي مشكله، مظبوط؟ بالظبط. عندك محمد شحاته، انا شايف ان من احسن اللعيبه اللي هتبقى ديفندرات في مصر. عنده روح، عنده قلب، عنده جوكر. انا بعتبر اللعيب الديفندر ده لازم يبقى جوكر. يعني حسن كان جوكر، الحمد لله انا كنت جوكر. محمد شوقي كان جوكر، ممكن يلعب مساك، ممكن يلعب باك رايت، ممكن يلعب. هو دايما الديفندر زي ما حضرتك بتقول، فاقول لك عنده مرونه، مدرب جوه الملعب، هو عنده مرونه انه يقدر يلعب في كل حته وفاهم كل الاماكن. عندك كمان حاجه ان هو عنده شخصيه، حسن عنده شخصيه. محمد شحاته عنده شخصيه، ما بيخافش. يعني وده قليل جدا لما تلاقي لعيب عنده شخصيه. لعيبه المنتخبات برضو بيفرقوا يا كابتن. طبعا اللعيب اللي اتربى في المنتخبات ولا لعيب منتخب اللي يعني بيلعب اولمبياد. يعني اعوذ بالله من كلمه، انا لما رحت مجلس الزمالك انا كنت منتخب. فجيت في وسط لعيبه عتاوله، لعيبه كبيره جدا. فانا الزمالك محتاج اللعيبه اللي هي منتخبات، مش اي لعيبه اجيبه خلاص. انت النهارده نادي الزمالك محتاج كم صفقه يا كابتن؟ لو انت بترسم كده كم صفقه محتاج يعني الزمالك محتاج عشان يقف على رجليه ونقول له انه داخل ينافس الاهلي يعني وبيراميدز السنه الجايه؟ خلينا، الزمالك محتاج 2 مساكين كويسين جدا. محتاج حتى مع وجود حسام عبد المجيد وعوده الونش ان شاء الله والمسلوسي كمان في الحته دي، محتاج الاثنين كويسين جدا، ومحتاج باك رايت كويس جدا، ومحتاج باك ليفت كويس. في موجود عمر جابر بيلعب يمين. عمر جابر لازم نجيب واحد، معلش مع احترامي، لازم نجيب واحد اعلى من عمر. تمام. لان عمر خلي بالك من نوعيه ان هو برضه جوكر، ممكن يلعب لك في نص الملعب، ممكن يلعب ورا. وعندك المسلوس، يبقى انت عندك واحد، انت عندك الطرفين اللي تحت دول. انت سيبك ان فتوح بيطلع ولعيبه وعنده خبرته كمان، لكن انت ناحيه اليمين ما بتطلعش خالص. مفيش شغل. تتفضل المسلوسي قلب دفاع ولا لا؟ قلب دفاع. بس لو جت فرصه ان هو يلعب باك رايت بيلعب. يعني انا بحب اللعيب اللي هو جوكر، ان هو ممكن يلعب لك في 3-4 مراكز، يعمل لك اضافات كبيره جدا. حاجه كده انت صفقتين وعايز باك يمين، ثالث صفقه الشمال بقى لاعب ولا اتنين؟ اتنين طبعا. فتوح لو فتوح ربنا كرمه ورجع، وان شاء الله باذن الله هيرجع، يعني هيبقى احسن من احسن وتبقى بالنسبه له. بس على الاقل بدايه الموسم هيكون صعب انه يبدا الموسم مع نادي الزمالك. يعني برضو انت محتاج برضو كده 5 بس، ولسه ما اتحركناش من خط الدفاع. انت محتاج كمان 2 فراوده تقال جدا. اتنين جامدين جدا. يعني سيف الجزيري وناصر منسي؟ لا، يعني انا لو قعدت هقعد سيف. واجيب واحد ما اثبتش نفسه بالنسبة. لا معلش، يعني ناصر كويس ولاعيب كويس وبتاع الكلام ده، لكن انت محتاج لعيب خبر. يعني النادي الاهلي ما راح جاب لعيب وسام، ففرق مع النادي الاهلي طبعا. اي نعم، النادي الاهلي عنده نص ملعب وفرقه مستقره. وقدر، خلي بالك النادي الاهلي نص الملعب ولاعيبه النادي الاهلي ساعدوا وسام طبعا فاهمني، وساعدوه كتير كده. انت محتاج اللعيب الخبره اللي هو راس حربه اللي يقدر يحط لك كره في الجول، يبقى يعمل الفرق. يعني انت سيف ممكن يبقى موجود احتياطي، ممكن تجيب لعيب منتخب يقدر، بس انت كده هتصرف طبعا. فانت لازم تجيب اللعيب اللي هو مش اي افريقي. يعني معلش، الزمالك الافارقه اللي موجوده او المحترفين اللي موجودين ما ساعدوش نادي الزمالك. متيابة وسامسون ما ساعدوش، دايما ضاي هم اللي كانوا موجودين، ومعاهم الجزيري. لا، الجزيري انا شايف ان الجزيري يعني ادى اللي عليه، لكن اصابات كتير، ما بقاش موفق، لكن يبقى اضافه كويسه مع الراجل اللي هيجي. طيب بعد اشرف بن شرقي الزمالك هيبقى محتاج اجنحه لو خلص بن شرقي ولا؟ انت عندك بن شرقي وعندك مصطفى وعندك ناحيه اليمين ديفندرات. يمين زيزو طبعا. زيزو انت محتاج برضو
واحد مع ناصر ماهر يبقى لا مع خلاص احمد حمدي هيبقى موجود، يبقى ناصر واحمد حمدي. ومحتاج واحد بمناسبه احمد حمدي، احمد حمدي نشر صوره على الانستجرام النهارده يعني فيها شويه تفاؤل كده وبيضحك، واضح انه يعني بدا يحط رجليه في التأهيل. بس انا عاجبني وليد ان هو لسه قدامه شويه، انا عاجبني ان هو دماغه حلو قوي. امتى يتكلم امتى لا لا، حاجه بروفيشنال يعني. هو وانت محتاج يعني واحد ناحيه اليمين، كانش موفق، كان هو في عز ما كان بيعلى طبعا قدر، فسبحان الله. لا بس هو ستايله وكورته لا تمشي مع نادي الزمالك وحاجه محترمه جدا. وانت محتاج ناحيه اليمين مع زيزو، انت بتتكلم في 7-8 صفقات. ما انا بقول لك يعني مبلغ محترم، بس اهم حاجه ان انا اعمل دكه تحت تبقى موجوده عن الاهلي اللي كسب النادي الاهلي، الدكه اللي بره. خلي بالك من احسن الاسكواد اللي موجود يا حسن في الدوري بيراميدز. اه بالظبط، مرعب، سكواد جامد ما شاء الله. قدامنا طبعا كابتن كمونه احمد حمدي واقف طبعا لسه في مرحله التاهيل يعني، ولكن ربنا يرجعه بالسلامه. في تفاؤل، في تفاؤل، بيبتسم وبيضحك وانه يحط الصوره، فده معناه ان شاء الله ان الامور ماشيه كويس. نتمنى له طبعا العوده بالسلامه هو وكل اللعيبه المصابه. يعني الحقيقه شبح الاصابات الصليبي واكيليس الحقيقه بقت حاجه صعبه جدا في الملعب. بس فانا بقول لك ان انت نادي الزمالك محتاج اللعيبه اللي هي خبرات، محتاج الخبرات، ومحتاج ان احنا نبقى في استقرار. يعني نادي الزمالك معروف ما بيبقى في استقرار اداري وفني لا بياخد بطولات. كابتن حسن، انت متفق مع كابتن كمونه بالنسبه لعدد الصفقات اللي عايزها الزمالك ولا انت؟ لا متفق طبعا معاه، لان نادي الزمالك عايز صفقات كتيره صراحه. يعني عايز لعيبه في اتنين في القلب، باك رايت باك ليفت، عايز جناحين، لا محتاج كتير. حتى لازم تفكر هل سيف الجزيري الفتره اللي فاتت دوت افادك ولا ما افادكش، هل ممكن نمشيه ونجيب الاحسن منه؟ بس هو في الاخر احنا لازم نتكلم ونتفق الفلوس. صح. انت عندك مشكله دلوقتي ان انت تحل القيد بتاعتك، هتجيب منين الفلوس؟ تاني نقطه هتجيب منين الصفقات ديت؟ فانت يبيعوا زيزو؟ هيبيع زيزو، ما هو المشكله لما باع امام ما جابش حد مكانه، ما جابش، وخسرته لما عوزت ان هو يرجع تاني ما قدرتش توفر له الفلوس عشان يرجع تاني. فدي مشكله كبيره. فانت في الاخر الناس المسؤوله في نادي الزمالك لازم تقرر هي عايزه ايه الفتره الجايه. عايزه تبيع زيزو عشان تسدد الديون وتفضل تجيب لعيبه برضو كويسه ومحترمه وتيجي نادي الزمالك ويفضل يمشي كده شوية شوية لغاية ما الأمور تتظبط، ولا عايز ناس هتضخ فلوس ويبقى نادي مديون والنادي كذا ويعمل فرقة عشان ينافس النادي الأهلي السنة الجاية؟ بس لو أنت صاحب القرار في نادي الزمالك تبيع زيزو ولا تخليه؟ أنا وصاحب يعني القرار، يعني تخليه ويأثر لك على عدد الصفقات وعدد اللعيبة اللي هيجوا، ولا تبيعه والدنيا تفتح وتجيب؟ أنا صراحة بيني وبينك هبيع، لأن أنا في الآخر زيزو بياخد رقم كبير. جاب إيه السنة دي للنادي الزمالك؟ كونفدرالية وقبل كده دوري ودوري يعني. لما كان معاه لعيبه كويسه، لما خلي كان برضو زيزو، خلي بس عشان بس ما نقولش ايه زيزو جاب في الاخر طبعا مش هيجيب بطوله لوحده. بالظبط، لا لما زيزو معاه لعيبه كويسه قدر ياخد دوري وقدر ياخد كاس وقدر ياخد كذا فانا دلوقتي زيزو ممكن يحل لي حاجات كتيره. طب انا بيع واجيب لعيبه على مستوى عالي. لو انا مش هجيب لعيبه على مستوى عالي لا زيزو يفضل موجود، لان انا مش هعرف اعوضه. بالظبط، مش هعرف اجيب حد زيه إيه اقدر استفاد منه ونادي الزمالك يستفاد منه. بس هي دي النقطه، لو هتبيع عشان تسدد الديون وتجيب لعيب ليفل عالي ولاعيبه كويسه بيع، لو مش هتقدر لا ما تبيعش زيزو. حسن، ما انت كان عندك تجارب برضو، انت مشيت بين اسمه فرجاني وشطاري ومصطفى ما جبتش الاحسن الاعلى. ما هي دي النقطه، انا بقول لو انت مش هتقدر لو انت زي دلوقتي. لو انت مش هتقدر طبعا كانت اداره صعبه برضو. النهارده النادي الاهلي لما حاول ان هو يمشي عبد المنعم في بديل وجايب بديل، ما هو النادي الاهلي عنده ميزه يعني، معلش النادي الاهلي ما بيفرطش في اي لعيب، ولو فرط واللعيب ناوي كده بيبقى عارف البديل هيجي مين. طب ما زي ما مشى حمدي لازم نعمل كده، مشى جاب امام. يعني بيبقى عارف انا هجيب مين. هسيب الخطوه الاهلي ما تستعجلش، احنا عندنا كلام كتير عن الاهلي وصفقه بن رمضان، عندنا فيها كلام كتير ومعلومات. محمد علي بن رمضان نجم التونسي طبعا، لاعب الترجي وفرانك فاروز المجري السابق، واللي حصل بينه وبين النادي الاهلي النهارده والامور وصلت لفين، هنقول كل ده لكن بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية. النادي الاهلي يتوصل لاتفاق شبه نهائي
بشأن انتقال محمد علي بن رمضان نجم التونسي نجم خط الوسط من فرانك فاروزي المجري للنادي الاهلي. النهارده كان في اجتماع زوم مطول جدا من اداره الكوره في النادي الاهلي واداره فرانك فاروزي ووكيل اللاعب، وتم الاتفاق على كل التفاصيل بشكل نهائي. 4 سنين محمد علي بن رمضان هيكون لاعب في النادي الاهلي. الاتفاق على الفلوس تم من 2,700,000 دولار هيدفعهم النادي الاهلي للنادي المجري مقابل الانتقال على قسطين، كل سنة قسط نص المبلغ فوري ونص بعد سنة. اللاعب طبعا هيتعامل مع الفئة الأعلى، فئة المحترفين الأعلى، 1,000,000 دولار في الموسم. اللاعب تمسكه وتمسك والده بالصفقة الحقيقة حسم كل الأمور. كان في عروض جاية للاعب من أكتر من نادي تاني في الدوري السعودي وغيره، والباب كان مقفول تماما. محمد علي بن رمضان كان متمسك بالانتقال للنادي الأهلي، والأمور كانت شبه خلصانه ما بين الاهلي وبين رمضان، كانت بس القصه في الاتفاقات الماليه ما بين النادي الاهلي ونادي المجري. اللاعب ممكن يوصل بكره القاهره ان شاء الله لاجراء الكشف الطبي، وهي دي هتكون الخطوه الاخيره. بمجرد اجراء الكشف الطبي وتخطيه للكشف الطبي للاعب هيتم اعلانه رسميا. ممكن يعني تلاقوا برومو زي برومو يحيى عطيه الله كده بكره على صفحه النادي الاهلي الرسميه. الامور تمت. لاعب الحقيقه مهم جدا، لاعب مميز، لاعب دولي، هو ديفندر بيلعب في مركز 8 وفي مركز 10، اقرب لخط الوسط ناحيه الشمال، وكمان بيلعب زي ما قلنا تحت راس الحربه، يعني بيلعب زي امام عاشور وزي قفشه، وبيلعب طبعا برجليه اليمين، ميوله الهجوميه قويه، لكنه ايضا لاعب قوي في التغطيات وفي الضغط وخلافه، وبالتالي بيملك المستين. زي ما قلنا هو لاعب دولي تونسي نشئ او نشا وبدا مسيرته في نادي الترجي، طبعا النادي الاكبر في تونس، وفضل معاهم سنين لحد ما احترف في المجر. شفناه كتير في مصر، واللاعب يعني لعب ضد انديه مصريه وعلى راسها النادي الاهلي، وسجل كمان في انديه مصريه، يعني سجل مع الترجي تخيلوا 34 هدف وهو لاعب خط وسط في 143 مباراه رسميه، وده معدل بالنسبه للاعب وسط ملعب معدل كبير. سجل كمان 4 اهداف وصنع 8 في 43 مباراه رسميه مع فرانك فاروزي المجري. هو طبعا زي ما قلنا انه لعب في مراكز وسط الملعب كلها، لكن هو 8 شمال ومركز 10 هو هي المراكز المفضله بالنسبه له. لاعب الحقيقه سمعته كويسه جدا، قليل المشاكل، علاقته كانت قويه بجماهير الترجي وما زالت، وما كانش عنده مشاكل مع مدربينه، كل الكلام اللي عنه ايجابي، خبره كبيره بالنسبه لي وسط ملعب النادي الاهلي. اعتقد هتكون صفقه مهمه جدا، وانا يعني حتى في ردود الافعال بشوف ردود افعال جماهير الترجي على الصفقه من بدايه المفاوضات حزن كبير جدا ان هم ما قدروش يستعيدوا اللاعب. الامور بتقول انه النادي الاهلي يا كابتن حسن عقد صفقه قويه. لا، والنادي الاهلي فيه ميزه حلوه يعني بتعجبني، بيبقى عارف هو عايز يعمل ايه، الخطوه اللي جايه يعمل ايه. لما مشى حمدي جاب امام، لما مشى ديانج جاب اللاعب دوت. فانت النادي الاهلي بقى له فتره طويله جدا بيعد الفريق دوت وبيجيب الفريق دوت. اول حاجه جابها لما رجع رمضان وجاب حسين الشحات، وبدا يقوي اللعيبه في نص الملعب، وبدا يعرف مشاكله ايه في الديفنس وفي كذا وكذا وكذا، بدا يعرف ايه المشاكل اللي عنده. حتى اخر كانت الفتره فاتت المشكله في الفيرود، راح جابه وسام، كان مشكله لغايه دلوقتي هي اللي هي المشكله الباك ليفت، فجاب الصفقه اللي فاتت ديت وعايز يجيب تاني حد تاني. فانت ميزه النادي الاهلي بيبقى عارف هو عايز ايه من الـ دايما ايه اللعيبه اللي موجوده عنده، ايه العيوب اللي عنده، ايه المشاكل اللي عنده، ويبدا يحلها. دي لو كنت انت في الدوري التونسي يا كابتن حسن. كنت مع نادي الصفاقس مع الكابتن حسام البدري بالظبط، كان ساعتها بالرمضان بيلعب، كان بيلعب هناك. ايوه يعني لا، لعيب كويس جدا ما شاء الله، في مميزات كتير قوي، بيتحرك كويس، بيشوط برجلي الشمال واليمين، بيكمل الهجمه كويس، هو مميز في الكرات الثابته كمان. بالظبط، بيلعب الكره الثابته برجليه اليمين ويحطها كويس، وضربات الجزاء. لا يعني هو تقريبا الراجل كولر عايز يبقى عنده 2 اقوياء مثلا امام وهو، يبقوا الاثنين 8 يقدروا يكملوا ويرجعوا، لان هو مش عايز حد ياثر في الحته الدفاعيه وياثر في الحته الهجوميه. فهو دوت الفتره اللي جايه ممكن كولر بيفكر فيه يعني.
كابتن تمونة، رأيك في الصفقة وتقييمك ل يعني ميركاتو الأهلي والصفقات اللي اتعملت لحد دلوقتي، يحيى عطية الله آخر صفقتين تحديدا ومحمد بن رمضان. بص يا ولدي، لما يكون في استقرار في نادي بتبقى أنت عارف عاوز أنت إيه، عاوز إيه الصفقات بتاعتك إيه. أكيد الراجل كتيب الصفقات اللي هو عاوزها. فالنادي الأهلي ما بيختار بيختار لعيب دولي، لعيب يكون عنده ضغوط في نادي كبير. هو اصلا كان في نادي الترجي من اكبر الانديه اللي موجوده في تونس، فعنده خبرات كبيره جدا، عنده ضغوط كتير، ولعب قبل كده كاس عالم للانديه، لعب افريقيا، خد افريقيا، فعنده ضغوط كبير جدا. فما بيجي يتنقل للنادي الاهلي ما بقاش في فرق، لانه لعيب دولي ولعيب احترف بره. فبالتالي انا شايف ان صفقه كويسه جدا، لان هو الراجل مش عاوز يلعب باثنين ديفندر، وعاوز يلعب ديفندر واحد ستة واثنين تمانية يقدروا يستحوذوا على نص الملعب، ويقدر يكون اثنين عندهم شويطه ويقدر يجيبوا جوان اهداف. فاهمني؟ فالراجل لا، عنده شغل كويس جدا. كولر عارف هو عاوز ايه، والنادي الاهلي عارف هو عاوز ايه. فارجع واقول الاستقرار اهم حاجه. عندك فلوس كويسه تقدر تجيب احسن لعيب. يعني انت النهارده لو ممكن انت ميزانيه النادي الاهلي تقدر تغطي اللعيب اللي انت تجيب احسن لعيبه في العالم. انا شايف كده يعني. فالنادي الاهلي اي فرقه ما يكون فيها استقرار انا بقدر اختار بهدوء اللعيب اللي يقدر يديني. فانا شايف ان هي صفقه محترمه جدا واتحسب لمجلس اداره النادي الاهلي. انت كنت لعيب كبير في المكان ده يا كابتن، والنادي الاهلي دلوقتي عنده الحقيقه في وسط الملعب كتيب. يعني لو تيجي تعد مثلا في مركز سته مروان موجود ومعاه اكرم بيلعب سته، وفي مركز 8 موجود امام وموجود عمرو السوليه، بس عمرو السوليه ممكن يخرج، بس هو لحد دلوقتي لا هو جد السنه، بس ممكن يطلع اعاره ويرجع زي ما سمعنا، بس هو لحد دلوقتي موجود. موجود طبعا كوكا، موجود قفشة بيلعب في الحته دي، موجود كمان كريم نيدفيد موجود طبعا ومحمد علي بن رمضان. فانت بتتكلم في مجموعه متنوعه في وسط الملعب. انت تقييمك ايه لوسط ملعب الاهلي؟ هل ده المجموعه دي محتاجه لسه دعم، ولا كده خلاص النادي الاهلي اكتفى بعد طبعا صفقه بن رمضان مش محتاج لعيبه تاني في وسط الملعب؟ لا انا شايف ان هو خلاص. هو النهارده هو كان محتاج واحد يكون مع امام يقدروا يعملوا حلول ويقدر يجيب جواه. هو الراجل مش هيلعب ب 2 6، هو الراجل زي ما قلت لك هيلعب بمروان مثلا فرضا، مروان وهيلعب امام قدام. السنه دي انت شفت مروان واكرم لعبوا في المكان ده، مين فيهم كان افضل الفتره الاخيره او الموسم ده بالنسبه لك؟ مروان حاجه واكرم حاجه. اكرم من نوعيه اللي هو عنده حماس وقلب وبتاع، لكن ممكن يعمل اخطاء كتير. وكمان اكرم من نوعيه اللي هو جوكر، ممكن يلعب باك رايت. يبقى انت عندك لعيب ممكن يلعب في نص الملعب، ممكن يلعب باك رايت. لكن مروان شغلته كلها عامل زي طارق حامد كده لما كان في نص الملعب بيقطع سته بيقطع، وعنده اثنين لعيبه كوره اذا كان امام او بن رمضان. فبالتالي انت عندك نص ملعب لا محترم. انت النهارده ليه تفوق بيراميدز في نص الملعب؟ انه عنده لعيبه جامده جدا في نص الملعب، بلاتي توري والكارتي ومهند فرقه لا محترمه، يعني نص ملعب محترم من احسن نص ملعب في مصر. فبالتالي انت النادي الاهلي محتاج النوعيه دي. يقدر بقى ينزل شويه قفشه، يقدر يعمل تغييرات تنوع في لكن النادي الاهلي كل شغله هو محتاج نص الملعب. فبالتالي لا، انا شايف ان صفقه محترمه جدا، وده يدل ان في عندك مدير فني بيفكر على طول باستمرار. هو مش عاوز، هو خلي بالك هو نفسه ان سوريا يبقى موجود، لانه هو برضه ارجع واقول النادي الاهلي اللي خلاه ياخد الدوري الناس اللي بره بالظبط، الصف الثاني اللي بره. طبعا الدكه مهمه، الدكه مهمه في البطوله كمان اللي على المدى الطويل. انا شايف ان كمان ان هم اتصالحوا مع بيرسي تاو وعملوا صلح مع كولر، واحتمال ان شاء الله سامع ان بيرسي تاو يبقى موجود يعني، وده برضو اضافه قويه جدا للنادي الاهلي ولاعيب كويس جدا. لكن انا شايف النادي الاهلي لا، فرقه محترمه جدا، وفرقه اللي جوه الملعب زي اللي بره الملعب. تأكيدا لكلامك يا كابتن كمونة، فعلا بيرسي تاو بعد ما كان في اخبار كتير انه ممكن يمشي من النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وكان بعيد عن المباراه وكان مستبعده كولر، الموضوع يبدو انه خلص بعد مكالمه تليفون. مارسيل كولر من سويسرا في اجازته كلم بيرسي تاو الحقيقه تليفونيا، وقال له انه يعني عايزه يكمل، وانه بيرحب ان هو يكمل وما عندوش اي مشكله معاه، ما فيش مشاكل، ومش مستبعده من حساباته ولا حاجه، والموضوع كان يعني خيارات فنيه مش اكتر، وانه الحقيقه كولر
طلب من بيرسي تاو في المكالمة انه يشتغل على نفسه بدنيا علشان يرجع فنيا. هو الراجل كان عنده بعض الملاحظات على اداء بيرسي تاو البدني، يمكن بعض الاصابة او حاجة ما قدرش يستعيد كل قدراته البدنية، وكولر عايز يلعب باللاعب الجاهز، وراجل عنده الحقيقة اختيارات ورفاهية الاختيارات، فايه اللي يجبرني كمدرب ان انا لاعب لاعب مش جاهز وانا عندي في الاجنحة حسين الشحات وعندي رضا سليم وعندي كان موجود طبعا احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر فهو عنده عمر كمال وكريم فؤاد حتى قبل ما يتصاب كان بيلعب جناح قبل ما يلعب باك شمال بعد اصابه معلول، فهو كان عنده كل الخيارات اللي يخليني اعتمد عليك وانت مش جاهز. فهو قال له اشتغل على نفسك بدنيا، ارجع للفورمه وانت موجود معايا، وبالتالي بعد هذه المكالمه بيرسي تاو مستمر مع النادي الاهلي. انت رايك في بيرسي تاو واستمراره يا دكتور؟ لا هو انا خايف من حاجه، لان حصلت مع عبد القادر، الموضوع ده حصل مع عبد القادر اخر الموسم، كان في خلاف ما بينه وما بين عبد القادر وكده، والامور ما مشيتش من اول الموسم كويس يعني. فانا خايف ان انت تفقد خلي بالك هو اخر سنه لبيرسي تاو السنه الجايه يعني لو ما جددش هيمشي فري فانت ممكن لعيب افريقي تفقد مكانته وكده، فانا ببقى قلقان، لاني دايما المدربين يعني الاجانب دايما بيبقوا عندهم سنه غل شويه يعني نفسي شويه، فما بينساش طول ما عنده يكون عنده بديل. طول ما عندوش البديل بيتغاضى ويغمض عينه، لان انا مريت بالامور ديت لما كان مانوش زي ما عندوش بديل ليا كان بيتغاضى عن المشاكل اللي كنت بعملها، لما بقى عنده بديل كان مين بقى البديل؟ داس عليك لما ابو جلبان وجاب، كان عايز يجيب اكوتي وكان محمد شوقي وحسام عاشور واينو فكان عمال يجيب لعيبه كتير قوي، فكنت الحمد لله مهما يجيب كنت برضو ماشي كويس يعني. فلما جاب وبرضو عاند فداس عليا زي كهربا. كهربا لما جاب وسام، كان وسام بيستحمل كهربا، جاب وسام راح دايس على كهربا، ودي الكورة يعني. أنا في الآخر مفيش لعيب هيبقى وحش أو بيأدي أداء وحش وأنا هلعبه، أي لعيب هيأدي أداء كويس في الآخر. أنا عايز في الآخر الناس تقول إن أنا بحاول أعدل، إن حاول إن أنا أدي لكل واحد فرصة يعني. فهي دي النقطة بس يعني. طب يعني برضو استمرارا لأخبار الأهلي، لجنة الكرة وإدارة الكرة في طبعا في تواصل مستمر، ولجنة التخطيط مع كولر في أجازته، فبيقولوا له ده احنا بيجي لنا عروض من انديه وبيجي لنا عروض من الخليج لفلان وفلان وفلان. قال لهم بصوا مبدئيا كده في خمسه ما حدش يفكر ان هم يمشوا من الاهلي او يجي لهم عرض او تفتحوا الباب تمام، خمسه، وباي حد تاني ممكن نقعد ايه واسمع ونتكلم، لكن الخمسه اللي مرفوض تماما ان احنا نناقش اي حاجه بخصوصهم امام عاشور، حسين الشحات، وسام ابو علي، مروان عطيه، واكرم توفيق. صح. دول الخمسه اللي كولر اختارهم وقال لهم الباب مقفول، اي حد تاني والله قولوا لي ونتكلم. ايه رايك؟ مع اني اكرم ده كان في فتره من فترات وكان هيمشيه. بالظبط فهي دي النقطه يعني. دايما في الكوره فيها متغيرات كتيره جدا. انت ممكن يكون الفتره ديت اللعيب انت ما بتديلوش وما بتديلوش الثقه، فهو بيقع نفسيا وبدنيا. لما بتديله الثقه وتعليه، اكرم كان الفتره اللي فاتت كل الناس بتقول لك يا احسن لعيب نص ملعب في مصر. هو لما هو اكرم امكانياته كبيره، بس اكرم هو لعيب كويس جدا، لكن عنده حته الحماس والقلب ده حسن بتخلي اي مدرب ان هو يلعبه. وبعدين كمان اما جه كولر كان اكرم متصنف ان هو يلعب باك رايت. ايوه الراجل جابه من الباك رايت ودخله جوه، جربه في ماتشين بقى جامد جدا، فبدا يعتمد عليه هو ومين؟ هو مروان. وهو ادى الحقيقه طبعا، لكن هو الراجل مش عاوز السنه الجايه يعمل كده، مش عاوز يلعب باثنين، هو عاوز يلعب بواحد واثنين هدافين. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن، هو برضو اكرم لعب بالصدفه يعني. أيوة. ما كانش عايز يلعبه، كان لعبه ماتش وكان وحش جدا، راح منتخب مصر ورجع كان وحش جدا وقعده لغايه ما في المكان ده فيدي الاستمراريه. ما هي المشكله كان رجع برضه من اصابه كبيره، بس خلي بالك برضه حسن الاستمراريه اللي بتخلي اي لعيب يبقى كويس والثقه مدير الفني ليه. بس خلي بالك حسن، هو لما جه رجعه الباك رايت. لا ما انا اقول لك، بس هو جاله اتنين صليبي. لما جه رجعه باك رايت هو بعيد عن الماتشات، فنفسه ما كانش جايب، فبدا اقرب ما بقاش كويس، فما دخله نص الملعب وجربه في نص الملعب، لعب بسم الله ما شاء الله وحش، وبيخبط وبيلعب ولعب سته ولعب ثمانيه، برافو. فبدا يحطه في الماتشات الاخيره لو تذكر، ان هو عاوز يريح اللعيبه اللي قدامه، عاوز يريح المدافعين، فلعب باتنين سته اللي هو مروان واكرم وخلاص، وقفل حته النص الملعب ده. شو بقى ينزل قفشه شويه، نزل حسين شويه، نزل
معاهم امام، فبالتالي بقى يستحوذ على نص الملعب. عنده ثلاثه في نص الملعب بسم الله ما شاء الله، اولا بيجروا كتير لعيبه كوره، فخلاص استحوذ على الملعب. فبالتالي هو خلاص هو مصنف ان هو اقرب يبقى موجود معايا، لان هو شاف منه ان هو راجل لعيب جامد جدا، وان هو كان ان هو كان ما بيلعب باك رايت، لا ما بيلعب في نص الملعب احسن ما بيلعب باك رايت. طيب كابتن حسن، ميركاتو الاهلي لحد دلوقتي او صفقات الاهلي، في لعيبه طبعا خرجت زي كريستو، زي احمد عبد القادر، في كلام عن عمرو السوليه، في لعيبه متصابه زي كريم فؤاد اصابته هتطول، ربنا يرجعه بالسلامه، هو وعلي معلول اصابه هتطول. فانت بتتكلم في اسماء مش هتكون موجوده مع الاهلي في بدايه، ومحمد عبد المنعم طبعا، وبمناسبه محمد عبد المنعم يعني الامور برضو بنسبه 99.9% احنا قريبين من اعلان رسمي من جانب نادي نيس عن ضم محمد عبد المنعم لاتفاق خلصان ما بين الاهلي ونيس، 4 مليون يورو مقابل انتقال للاعب، زائد مليون يورو محطوطه كمكافئات او بونص. وانتم عارفين البونص يعني بتبقى بتعتمد مثلا هيشارك كم مباراه فياخد كذا، لو شارك مثلا في 10 مباريات او 20 مباراه، لو خد بطوله، لو جاب كذا هدف، ده بقى موجود في العالم كله موضوع البونص. الخلاف على حاجه او حاجتين دلوقتي، جدوله الدفع هتدفع على قسطين ولا ثلاث اقساط ولا المبلغ كاش، تاني حاجه نسبه اعاده البيع، الاهلي بيتكلم في 20 و15% والنادي الفرنسي نيس بيتكلم في 10%، تفاصيل بسيطه جدا يعني ممكن مثلا نصحى بكره الصبح نلاقي ان الاهلي ونيس اعلنوا انتقال محمد عبد المنعم، فبالتالي محمد عبد المنعم مش موجود. الاهلي جاب يحيى عطيه الله وجاب دلوقتي محمد علي بن رمضان بنسبه 99%. الاهلي محتاج ويوسف ايمن طبعا قبلهم قلب الدفاع اللي هو كان في الدوري القطري وانضم للنادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج مين تاني كصفقات يا كابتن حسن؟ محتاج فيرود كمان، محتاج ممكن بعد كريم، هل هيطلع كريم الدبيسي اعاره ولا كان بيقولوا كان جاي له عرض في بلجيكا فما اعرفش ممكن يبقى موجود ولا لا. بس مش هيبقى محتاج اي حاجه تانية. يعني لو الدبيس خرج الاهلي مش هيكون محتاج باك شمال؟ لا محتاج، لو كريم باك شمال كويس، محتاج باك شمال تاني يعني. كويس، لان انت عندك عمر بيلعب باك رايت وباك ليفت، بس في الاخر برضو مش مركزه الاساسي يعني. بس عندك حلول يعني، انت ممكن يعني ايه لو ما جبتش مش هتبقى عندك اعاقه جامده قوي جدا. بس انا بقول النادي الاهلي البطولات اللي هو بيخشها لازم في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه، علشان يقدر زي ما هو بيعمل، هو بقاله سنتين دلوقتي ما شاء الله بيعمل روتيشن، بيعمل بيدي كل اللعيبه كلها كل الماتشات، بالماتشات الجامده او ضعيفه بيلعب كل اللعيبه، بيغير بخمسه سته في كل المراكز، وساعات بيغير فريق كامل. فعشان كده النادي الاهلي استمر وقدر ياخد كل البطولات السنه دي، وقدر يبقى شكله كويس، وقدر يفنش كويس، لان لو كان النادي الاهلي ما كانش بيعمل الامور دي وفضل على 14 15 لعيب زي مثلا ايام جوزيه، كنا احنا 15 لعيب 16 لعيب، جينا فتره وقعنا. نفس موسيماني جينا برده كان 13 14 لعيب، جم فتره راح وقعوا. بقى لنا سنتين النادي الاهلي مستمر وبيدي اقصى طاقه وبيلعبوا، يعني انا بقول الجيل دوت عدى الجيل بتاعنا وكمان عمل ارقام احسن مننا بكتير، لان اللعيبه كلها ما بتلعبش 3 4 يعني. حسين الشحات تلاقيه بيلعب 3 4 ماتشات وتلاقيه مريح ماتشين. نفس القصه وسام، بدايل كتير، بدايل كتير. فهي دي النقطه كويسه جدا جدا في النادي الاهلي، لازم يجيب فرود وباك ليفت كمان، والامور كلها يعني مفيش. هرجع لك في الحته اللي بتحبها الزمالك يا كابتن كمون، عارف وحشك. معايا خبرين يعني الزمالك عايز تعليقك عليهم قبل ما اقول لهم. يعني طبعا جوميز كان ليه تعليق على قصة أحمد فتوح، كان مستغرب جدا وقال اللاعب كان ملتزم معايا تماما وما شفتش منه أي عدم التزام طول الفترة اللي فاتت، فكان متعجب جدا ومش مصدق يعني اللي بيحصل إن القصة دي حصلت. وطبعا متضايق جدا القريبين منه قالوا إنه يعني كان متعصب جدا، لأن كان بالنسبة له فتوح مهم جدا في الفترة الجاية. يعني الراجل فجأة لقى نفسه في مطب إنه ما عندوش باك ليفت اساسي كبير زي فتوح. لكن الخبرين اللي انا عايز كابتن كمونة يعلق عليهم، اولا يوسف اوباما انت عارف انه خلاص يعني عقده يعني الموضوع بيخلص مع نادي الزمالك، وفي كلام ان بيراميدز بيتكلم معاه وانه راح بيراميدز، لكن في تواصل حصل من جانب مسؤولين من نادي الزمالك واتكلموا مع يوسف اوباما علشان يجدد عقده ويستمر مع نادي الزمالك، لكن هو اشترط انه يكون
رقمه هو رقم الفئة الأولى، بمعنى أنه أعلى عرض زي العقد اللي فات، أنه أعلى راتب أو أعلى عقد في نادي الزمالك يتساوى به يوسف أوباما، وبالتالي الأمور لسه رايحة جاية ما اتفقوش. ممكن جدا إدارة الكرة في نادي الزمالك توافق ويوصلوا لاتفاق، وأوباما بعد ما كان قريب أنه يمشي من نادي الزمالك يكمل. دي أول حاجة أخد رأي كابتن كمونة فيها. وتاني حاجة أنه الزمالك بيدرس جديا ضم كريم بامبو. كريم بامبو لعب لنادي الزمالك قبل كده، وكان لعيب طبعا في النادي الاهلي، والحقيقه في البنك الاهلي من اللعيبه المميزه اللي عامله سيزون كويس جدا الفتره اللي بيلعبها مع البنك الاهلي. لعيب هداف، جناح كويس، وبيلعب تحت راس الحربه كمان، واحيانا بيلعب كراس حربه، معدله التهديفي كويس، وكمان الاهم انه هيبقى حر، عقده هيخلص وهيبقى لاعب حر، وبالتالي مش هيكلف نادي الزمالك قيمه انتقال. يوسف اوباما وكريم بامبو. يعني انا شايف ان يوسف اوباما لعيب كويس جدا، لكن ازعل جدا لما هو يشترط على النادي يقول ان انا اخد الفئه الاولى. خلي الناس تقيمك في لجنه كوره او في ناس بتقيم، فهي اللي بتقيمك فئه كام وفئه كام. لكن يوسف اوباما لعيب مهم جدا في نادي الزمالك، لعيب كويس جدا، وياما شال كتير قوي نادي الزمالك، وكان هداف نادي الزمالك، وابن من ابناء نادي الزمالك، فليه شرف ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك. لكن استمراره مفيد يا كابتن. يعني انا بالنسبه لي انا من اللعيبه اللي عليه اختلاف، يعني في ناس بتشوفه من اهم لعيبه نادي الزمالك وبيخلص، وفي ناس بيقول لك لا ده بص بالنسبه لي انا يوسف اوباما مهم جدا جدا جدا. حتى لو بدا او بينزل بيعمل لك شغل كويس جدا. يعني لازم يبقى موجود في نادي الزمالك. يوسف اوباما من اللعيبه اللي ممكن يجيب لك جول في اي وقت، ممكن تشوفه في المباراه عادي جدا، لكن الوحيد اللي ممكن يهدف لك. غير كده كمان خلاص بقى كابتن من كباتن النادي، وبقى قلبه على النادي خلاص، وبقى عنده مهمه كبيره جدا. كتير حاسمه الحقيقه، ويعني ليه لقطات ايجابيه كتير مع نادي الزمالك. بص هو لعيب كويس جدا. في ناس ممكن تشوفه يقول لك عنده لا مبالاه، ما بيموتش، في لعبة كده، في لعبة كده الستايل بتاعه كده، لكن اخر ثلاث ماتشات هو اللي مكسب نادي الزمالك. مظبوط؟ ولعيب كويس جدا. ده حقيقي. والفترة اللي فاتت ما عملش مشكلة. قالوا له اطلع السعودية، طلع السعودية ورجع. مستوى بقى أعلى. لكن أنت النهاردة في أوقات اللعيب بيجي يا حسن يقع شوية. عشان التيم بتاع نادي الزمالك مش تقيل. إيه. فاهم؟ ما يقدرش يشيل برضه لوحده. لكن النهاردة حط يوسف أوباما ده مع فرقة جامدة، اتفرج عليه. فبالتالي لا، أنا شايف إن يوسف أوباما يتجدد له موجود في النادي. كريم بامبو هو كان ليه تجربه مع نادي الزمالك وما كانتش ناجحه. وكان مع في وسط مين؟ في وسط فرقه جامده جدا. ما جايز ده اللي ما ادالوش الفرصه انه يعني ياخد فرصته ويلعب. بالعكس يا وليد، انا النهارده لما اكون فرقه كويسه جدا، انا لما بنزل ابقى بديل في ناس هتساعدني. هل هو بامبو يقدر يشيل نادي الزمالك في الوقت ده؟ اذا كان ما قدرش يشيل البنك الاهلي وكان بيقعد احتياطه وكان بينزل. هل هو في الوقت ده؟ خلي بالك انا بحبه جدا ولعيب كويس جدا، لكن انت نادي الزمالك محتاج لعيبه خبرات، لعيبه. انت احنا بنتكلم في النادي الاهلي جايب بن رمضان وجايب مش عارف مين وجايب مين، لعيبه تقيله، والنادي الاهلي عنده استقرار فني وعنده لعيبه تقيله، فانا نادي الزمالك هو اللي محتاج ان هو يجيب لعيبه تقيله، لعيبه منتخبات ولعيبه تقدر تشيل الفرقه. فاهمني؟ فانا النهارده لا، انا شايف حتى اللعيبه اللي انت جبتها السنه اللي فاتت الصغيرين اطلعوا مهاره ويرجعوا لك تاني. حتى اللعبة ال 2003 خلي بالك في لعبة كويسة جدا في 2003، لعبة هايلة جدا. زي ما انت طلعت محمد محمود، طلعت احمد حسام اشرف برضو، حسام اشرف، الناس دي كده كده هيرجعوا لك. لما يرجعوا لك عندهم خبرات، لعبوا دوري ممتاز كويس، وكانوا كويسين جدا مع الفرق بتاعتهم. في كلام ان الزمالك مش هيستعد حسام اشرف، يعني في كلام كتير ده اللي جاي من يعني بالنسبه لي حسام اشرف ده لا لعيب هايل. يعني في كلام ان الزمالك مش هيستعيده، ان هو طبعا معار المفروض يرجع نادي الزمالك، وكان كمان مش موجود في قائمه المنتخب الاولمبي. فبالنسبه لي ده انا حاجه غريبه قوي. بالنسبه لي لغز الحقيقه حسام اشرف. لا لغز كبير جدا طبعاً. ان هو اصلا سن المنتخب الاولمبي وانت محتاج راس حربه في المنتخب الاولمبي وما تاخدش. يعني من الاخبار اللي معانا انه لسه لحد دلوقتي ملف حسام اشرف في ايد جوميز. حسام جاله كذا عرض الحقيقه، وتالق طبعا، كان من هدافين الدوري مع بلديه المحله رغم هبوط البلديه، لكن كان ليه الحقيقه تالق كبير جدا، واحرز عدد كبير من الاهداف، يمكن 14 هدف يعني لو لم تخن الذاكره. يعني انا بص يا وليد، انت النهارده لو جبت لعيب افريقي جامد وقعدت الجزيري،
اجيب حسام اشرف معاه. مش محتاج بقى تشتري مهاجم، يبقى انت ثلاثه عمر، واحد قوي جدا في الجزيري في حسام اشرف يبقى موجود، يبقى انت عندك ثلاثه لعيبه خبرات يقدروا يجيبوا هدف في اي وقت. لكن حسام اشرف لا، لعيب هايل جدا، وانا لغايه دلوقتي لغز ازاي ما اتخدش، ماشي ما اتخدش منتخب كبير. طب المنتخب الاولمبي المنتخب بتاعه صح؟ يعني المنتخب الاولمبي ازاي يعني اللي بيلعبوا اللي راحوا يعني ما حدش فيهم كان جايب، هو جايب 14 هدف والاثنين التانيين مثلا جايب ثلاثه ولا جونين وفي هو حتى ستايله مختلف يعني. اسامه فيصل من اللعيبه مثلا اللي كان بيلعب اساسي، من اللعيبه اللي بتنزل تحت بتنزل. طب انا عاوز اقول لك حاجه، ان اسامه فيصل اصلا في النادي كان بيلعب طرف، ما كانش بيلعب راس حرب، الوحيد اللي كان بيلعب راس حرب هو حسام اشرف. يعني فاهمني؟ انت موافق ان الزمالك استغنى عن اسامه فيصل؟ شايفه يستحق انه يبقى موجود في نادي الزمالك كمهاجم؟ هو لعيب كويس جدا، لكن انت في فتره زي ما قلت لك مهاجم الاثنين، لا تجيب اسامه فيصل لا تجيب حسام اشرف، ما تجيبش الاثنين مع بعض. على الاقل ما بيلعب في البنك الاهلي هياخد خبرات اكتر، زي مصطفى محمد. مصطفى محمد انت مش طلعته سنتين جيش وطنطا ورجع لك بقى عامل زي وحش صح؟ لانه لعب. لا لا بس دولت ما يقارنوش يعني. مين؟ معلش يا كابتن ما معلش بس اقول لك حاجه، مصطفى بس انا اقول لك حاجه حسام انت ما شفتش، انت ما شفتش مصطفى لما كان في الناشئين كان عامل ازاي؟ ماشي لا ما كان يعني معلش، هو تعرف كانوا بيلعبوا ايه الاول؟ بس يا كابتن انا شفت مصطفى عارف كانوا بيلعبوا الاول؟ كان انا شفت مصطفى ما كنتش اعرفه خالص. طب عارف كان بيلعبوا في النادي الزمالك؟ كان بيلعب ايه؟ كان بيلعب باك رايت. لا والله انا عايز اقول لك حاجه، انا بطلع الار انا شفت مصطفى، كنا نادي طنطا، احنا النادي المصري وبنلعب طنطا، احنا عندنا كوفي ما شاء الله بينط جامب احسن جامبات يعني بيطلع في المقابل، وفي العكسي ما شاء الله يعني مصطفى تفوق عليه في كل حاجه. فكنت طلع راح جايب فينا جونين، نفس الجونين رضا يرفع ومصطفى يجي، فبقول للكابتن عماد مين الفيرود دوت؟ انا ما اعرفوش. فقال لي ده مصطفى ده معير، طلعوه اعاره لنادي طنطا. انت عارف مصطفى ممكن يكون سبب ان احنا لما قلنا عايزينه في نادي المصري يعني قال لك خلاص انا الزمالك خد باله منه. لا مش خد باله، قال لك لا خلاص هنقعده. يبقى في حاجه كويسه بعد كده لعب وبقى كويس. ما انا بقول لك بس هو فيرود قوي يعني. طبعا انا بقالي كتير ما شفتش حد زي عماد زي عمرو زكي. ساعه عمرو زكي يمكن الستايل ده الباور ده وقلب، فاحنا ما نقارنش الاثنين دولت، لان الاثنين دولت عندهم حركي اكتر منه. انا قصدي يا حسن، انا قصدي ان انت ما تلعب كتير طبعا تاخد خبرات اكتر طبعا طبعا. فانت خلي بالك طبعا الحارس المرمى والراس الحربه لو ما لعبش كتير مش هياخد ثقه في نفسه بالظبط، مش هيبقى كويس. انت النهارده بتقعد تقول لي ايه ده الراس الحربه ده وحش قوي، عشان انت ما بتلعبوش. لكن اديله انت هو اي لعيب يا كابتن يعني، اي لعيب لو لعب. لا بس انا بقول لك المركزين دول احسن باك. احنا لو نيجي نبص دايما ان انت بتيجي تطلع لعيبه او تكتشف لعيب، لعيبه الناشئين الاهلي والزمالك، الناس اللي طالعه بتتظلم جامد جدا في الاهلي والزمالك. ليه؟ لان دايما مطالب من النادي الاهلي ونادي الزمالك ان هم ياخدوا بطولات، فما بيصبروش على اللعيبه. عبد المنعم لعب بالصدفه لما لعب واثبت نفسه مع منتخب مصر والراجل شافه حسام عبد المجيد رجعوه. حسام عبد المجيد نفس القصه، مصطفى لما راح طنطا والجيش ولعب وتالق رجعوه. فهي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ايه؟ ان الناس ديت لو هو دلوقتي ملوش مكان ان هو يلعب اساسي او يرجع يبقى كويس في نادي الزمالك او النادي الاهلي او اي حاجة، لازم يطلع اعارة ويلعب. صح، يفضل يلعب ياخد خبرات لغاية زي ما تقول كده يستوي كده وتجيبه تاني يبقى يفيد نادي الزمالك ونادي الاهلي. هي دي النقطة. ما خلي بالك فتوح ما كان في نادي الزمالك وراح سموحة. سموحة ايوه بالظبط، كنا احنا ماسكينه وبعدين رجع بقى رقم واحد جدا، بقى لعيب كويس جدا بالظبط، الزمالك استفاد بيه بالظبط. فبالتالي لا، لازم اللعيب لما يطلع اعاره وكده كده هيرجع لك، فلما يرجع لك هيبقى اتعلم بقى الضغوط. انت النادي الاهلي والزمالك بيلعبوا في كذا بطوله، ما بيلعبش في بطوله واحده بالظبط. فبالتالي لازم يستحمل الضغوط، وضغوط الجمهور اكتر من طبعا من 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 اي نادي تاني من طبعا. اللي هو بيلعب بطوله واحده. طيب مناسبه الجماهير والانديه الجماهيريه في الحقيقه يعني، طبعا النادي الاسماعيلي من الانديه المهمة جدا في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية، أول نادي مصري بياخد دوري أبطال أفريقيا وتاريخ كبير. كذا حاجة الحقيقة حصلت في الفترة الأخيرة، والنهاردة بالذات في كذا حدث غريب يعني. فجأة طبعا اتفاجئنا كلنا برحيل كابتن إيهاب جلال، وإن كابتن عمر جمال هيكون مدير فني للنادي الإسماعيلي في مباراة سموحة إن شاء الله بشكل نهائي. طبعا كابتن عمر جمال هو مدير فني الفريق 2005 في نادي الإسماعيلي آسف، وإنه
طبعا احنا عارفين ان الفريق كان في السعودية علشان يلعب مع الاتفاق السعودي في الاحتفال بالمئوية يوم السبت، والامور الحقيقة يعني ما كانش كان في مقدمات، واحنا كنا عارفين ان كابتن ايهاب جلال في ازمة الحقيقة مع الادارة، لكن ان احنا نتفاجئ كده بشكل كلنا نقرأ الخبر انه إيهاب جلال مشي وعمر جمال هو المدير الفني، ده كان غريب. برضو في حدث كان غريب بالنسبة لنا، أنا أول مرة أشوفه، إنه كابتن أحمد محسن هو لاعب طبعا نادي الإسماعيلي، نزلت قائمة مباراة سموحة، قائمة الفريق على الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي على الصفحة الرسمية، والقائمة كانت متضمنة، لو القائمة معنا ياريت نعرضها، كانت متضمنة اسم كابتن أحمد محسن، وكان هو طبعا كابتن أحمد محسن في أزمة بينه وبين الإدارة أو الجهاز الفني، وكان مستبعد يمكن من شهر فبراير، وكان في كلام شايفين احنا القائمة قدامنا، ودي الستوري اللي عملها كابتن احمد محسن لاعب نادي الاسماعيلي، قال لك كلام كدب يا جماعه، انا كلمتهم عشان اروح الماتش، بلغوني اني مش موجود في الماتش والقايمه دي مش حقيقيه، بيضحكوا بيها على الناس، انا ممنوع من التمرين ومن الماتشات. حاجه غريبه ده بالنسبه لي، حاجه اول مره. معانا كابتن احمد محسن، معانا كابتن احمد محسن لاعب نادي الاسماعيلي، مساء الفل يا كابتن. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا دكتور، برحب بيكم وبرحب بضيوفك طبعا حسن وكابتن سمونه، اللي دايما منورنا ومشرفنا في كل حاجه. اهلا بيك كابتن، بيرحبوا بيك طبعا. انا الستوري كانت غريبه بالنسبه لي والجماهير بنادي الاسماعيلي والكل الحقيقه، يعني اسمك انا لسه عامل له لايك على الانستجرام وهو مسافر بره على الصوره بتاعتك. كنت في فتره نقاهه بس. يعني انت فين دلوقتي؟ بتكلمنا منين يا كابتن؟ لا لا انا موجود، وانا بكلمك من 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 ملعب خماسي بجري اتمرن فيه، لاني ما بتمرنش مع الفرقه للاسف يعني. طيب هو ايه اللي حصل؟ يعني برضو خلينا نقول ايه اللي حصل. انت شفت حد كلمك مثلا قال لك انت في القايمه، ولا انت شفت اسمك في القايمه فرحت النادي، ولا انت كنت موجود في النادي فقالوا لك لا؟ يعني اصل كان غريب الموضوع بالنسبه لنا. وطبعا احنا يعني الفتره اللي فاتت دي احنا يعني شبه بنتمرن، مش شبه، احنا بقالنا 6 شهور بنتمرن لوحدنا بره الفريق، مع الفريق الاول. قبل كده فترات كنا بنتمرن لوحدنا 4 5 لعيبه. مين بقى المجموعه اللي بتتمرن مستبعده يا كابتن؟ كان هو باسم، كنت انا وهاشم وباسم وكريم عرفات ومحمد حسن وكان حسن. صالح جمعه قبل ما يسافر بس يعني هم دول 5 أو 6 يعني. كنا نتمرن لوحدنا طبعا في الاول من غير مدرب، وطبعا حكيت القصه دي وانتهينا منها يعني من فتره كبيره. المهم ان النهارده كان اسمي انا موجود في السكور، في السكور بتاع الماتش بتاع السموحه، وحطينا على الصفحه الرسميه وعلى الجروب بتاعنا على الواتساب، جروب الفرقه الرسمي، انه انا موجود في المعسكر في الماتش. تمام. فاتصلت بالاداري قلت له هل انا موجود في المباراه؟ قال لي انت موجود. قلت له تمام، يعني انا اجي اتحرك، اجي المعسكر الاسكندريه عشان هيلعب بكره. في الاول قال لي موجود، بعد كده لقيته بيتصل بيا بعد نص ساعه قال لي لا انت مش موجود في المباراه، مش موجود معانا. قلت له يا كابتن ازاي وانا اسمي على الجروب بتاع الفرقه ان انا موجود في السكور وموجود في المعسكر وانتم منزلين على الصفحه الرسميه، فازاي انا دلوقتي موجود ومش موجود؟ ما انا عايز افهم. قال لي لا انت مش موجود، الكابتن قال ان انت مش موجود في الماتش. بس وانت مستبعد، انت والناس مستبعدين. الكابتن اللي هو كابتن ايهاب جلال ولا كابتن عمر جمال؟ كابتن ايهاب جلال. بس دلوقتي في مستجد انه كابتن ايهاب جلال مش موجود، وفقا يعني للاخبار اللي جات لنا. هو اللي مديله من الاوردر يعني قبل ما يمشي. تمام. طيب وانت وضعك ايه دلوقتي في النادي يا كابتن؟ انت المفترض عقدك مستمر لحد امتى؟ هو المفروض لسنه كمان، بس انا خلاص يعني في طريق لفسخ العقد. طبعا انا ولا بتمرن مع الفرقه، ما بيمرنوش مع الفرقه، وممنوع من الماتشات، وما باخدش فلوس، ما خدش 20% من عقدي من بدايه الموسم. فالامور طبعا كلها يعني متجهه لناحيه فسخ العقد خلاص، يعني الموضوع انتهى، هم يرجعوا من الماتش بتاع السعوديه واروح اخد الاستغناء بتاعتي وافسح عقدي خلاص كده. ده اتفاق ولا انت هتاخد اجراءات قانونيه من جانب المحامي بتاعك وشكوى وخلافه، ولا انت خلاص متفق مع النادي على الفسخ بالتراضي؟ لا الموضوع يعني ما اعتقدش هيوصل لمحامي وشكوى، لان يعتبر الموضوع ميت اساسا بيننا، يعني بيني وبين النادي، يعني فاهمني؟ الموضوع مش موجود. يعني انا لعيب جيت النادي الاسماعيلي عشان العب وافيد الفرقه، انا كنت في كل الفرق اللي بلعب فيها اساسي، وكنت مكسر الدنيا بقالي 8 9 سنين في الدوري. اول فرقه اروح بحارب عشان العب ما بلعبش. يعني انا مشكلتي في النادي مش مشكله فلوس خالص، انا مشكلتي اللعب، ان ما باخدش فرصه برغم النتائج وسوء النتائج بتاعتنا، وبرغم ان احنا بنفس على الهبوط، وبرغم كل حاجه وحشه ما بيدوش فرصه للعيبه كويسه في النادي ابدا.
طب فانت فخلاص يعني مفيش حاجه واحده تخليني اقعد السنه الجايه الموسم. طب خليني برضو علشان انت عارف الاسماعيلي نادي جماهيري والجماهير طبعا كتيره وكبيره طبعا. عشرات ومئات الالاف كمان لو مش هبالغ مهتمه بنادي الاسماعيلي وبتشجع نادي الاسماعيلي، فخليني برضو اتبنى وجهه النظر الاخرى. انا كمدير فني اذا كان عندي لاعب كويس فنيا وملتزم في التدريبات وخلافه، ايه اللي يخليني استبعده وما استفيدش بيه؟ يعني ايه السر اللي ورا الموضوع؟ اكيد الموضوع فيه سر. لا خالص مفيش سر، ما انت عندك مليون لعيب بيبقى مع مدربين واللعيبه دي بتبقى كويسه جدا 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 على مدار الموسم، ما بتلعبش بتمشي تاني سنه تكسر الدنيا في اي مكان، ده طبيعي في الكوره جدا. واظن يعني شفنا على كده مليون مثل منهم، يعني مش عايز اقول لك منهم يعني هعد لك 100 مليون حد، 100 كتير مليون لعيب مع مدربين بيتظلموا طول السنه، بيتظلموا ويمشي يكسر الدنيا في حته ثانيه. بس دليلي انا بالنسبه لي دليلي انا اقول لك ان انا ليه مظلوم في النادي وليه انا المفروض اكون اخد فرصه، النتائج. بس مش هقول غير النتائج، هي نتائج اكبر دليل على 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 يعني ان انت عندك حق او لا. انا لو الفرقه ماشيه كويس والنتائج مساعده انا هسكت هخرس خالص، انا الاقي اللي بيلعب الناس اللي بتلعب احسن مني وهم حاطين النادي في حته هم عايزينها، لكن احنا بندفع الهبوط لحد اخر ماتش في الدوري. ف يعني اللي اعرفه بالكوره انت بتلعب بناس، انت الدنيا مشيتش طبيعي جدا ان انت بتغير وبتشوف، انت حتى ما بتديش فرصه للناس الثانيه عشان تحكم عليها. هو انا ما خدتش فرصه اصلا عشان يتحكم عليا انا كويس ولا وحش، فاهمني؟ طيب اتقال يا كابتن محسن انه يعني النادي عرض عليك ان انت تخرج في يناير سواء بيع او اعاره او خلاف وانت رفضت، طب ما دام اولا المعلومه دي صح ولا لا؟ لا هقول لك اللي انا اللي طلبت امشي من بدايه من قبل شهر يناير خلاص، احنا يعني كنا داخلين على شهر يناير، فقلت لهم انا عايز امشي، كان عندي عرضين. منين بقى؟ كان جاي لك العروض منين؟ مش مهم مين، مش يعني خلينا مش هقول مين دلوقتي لان يعني في تواصل مع الناس دلوقتي، فمش عايز اتكلم في مين او مش مين. كان معايا عرضين وكلمت مدير الكوره وقتها كابتن عماد سليمان وقلت له يا كابتن انا عايز امشي. بعد اذنك انا عايز امشي، مش عايز اقعد، مش عايز استمر نهايه الموسم في النادي. فبعد اذنك دلوقتي احنا خلاص داخلين على شهر واحد، وكان فاضل 5 ايام، قلت له قدامك 5 ايام تكلم الاداره وتكلم الجهاز وتكلمهم انهم احمد مش عايز يقعد ومش عايز يبقى موجود في النادي، انا عايز امشي العب في حته ثانيه وباحترام كده اخد الاستغناء بتاعتي وامشي. فضل من 25/12 لحد اخر 3 ايام شهر واحد. اخر 3 ايام شهر واحد جايين بيقولوا لي امشي. بعد ما العروض طبعا قفلت والدنيا قفلت واللي قفل والدنيا باظت ده مش كمان اخر 3 ايام اخر يعني اخر يوم ونص، فخلاص كانت يعني الدنيا قفلت عليا امشي اقعد في البيت. كابتن قلت له خلاص قلت له خلاص هتمشيني دلوقتي عايز تمشيني انا ما عنديش مشكله. اديني بقيت عقدي بتاع الموسم وانا اروح اقعد في البيت 6 شهور دول. محسن انت دلوقتي ايوه كابتن كمونة معاك، محمد كمونة معاك يا محسن كابتن مصر حبيبي. انت ما حاولتش تقعد مع الكابتن ايهاب تقول له انا ما بلعبش ليه؟ ايه السبب اللي انا استبعدي؟ قعدت معاه يا كابتن الكلام ده كان قبل شهر يناير من بدايه الموسم، وقعدت معاه قلت له يا كابتن انا ما بلعبش ليه؟ انت ما بتدينيش فرصه ليه؟ انت لعبتني ماتش واحد وخرجتني بين الشوطين وما لعبتش تاني، ونزلني ماتش كده قال لي 5 دقائق ونزلني ماتش تاني كنت اجيب فيه جون ماتش المصري تمام؟ ماتش المصري اللي هو نزلت فيه 5 دقائق كنت هكسب الفرقه كنا 1-1 ونزلت 5 دقايق كنت اكسب الفرقه، فالدنيا اتقلبت ازاي احمد محسن ما بيلعبش ازاي ما بيلعبش؟ قلت له يا كابتن اديني اي حاجه، طب في كاس الرابطه جاي اديني كاس الرابطه، سيبني العب بس في كاس الرابطه، مش عايز العب في الدوري سيبني كاس الرابطه واحكم عليا بعد كاس الرابطه، وانت مش محتاج تحكم عليا، انا لما قعدت معاه قلت له يا كابتن انت بتتعرف عليا؟ يعني انت بتعمل معايا كده؟ هو مش انا احمد محسن بتاع المقصه اللي لعبت معاك وخدت تاني دوري ورابع دوري، انت هنا جاي بتهني؟ انت جاي بتعمل بتيجي عليا هنا؟ مع انك عارف ان انا مظلوم هنا قبل ما انت تيجي وانا قعدت علشانك، يعني هو اللي قعدني على فكره انا كنت ماشي من بدايه الموسم هو اللي قعدني. ما هو ده الغريب يعني احنا قلنا ان انت من اللعيبه اللي لعبت معاه قبل كده هو اللي اختارك طبعا انا كابتن انا شلت الليله انا وثلاث اربع لعيبه كمان عشان حاجه اسمها مشروع ومش عارف احنا بنبني فرقه فهنقعد اللعيبه الكبيره اللي بتاخد فلوس واحنا والله ولا بناخد فلوس ولا بناخد 2 جنيه في النادي. طيب رحيل كابتن ايهاب جلال ممكن يغير الامور يا كابتن محسن؟ يعني اكيد جاي مدير فني جديد سواء بقى كابتن عمر هيكمل انا مش حابب ان انا لا مش حابب اعيد التجربه دي تاني وامر بالاذى النفسي اللي انا مريت بيه على مدار الموسم. انت مش متخيل يعني ايه لعيب من شهر واحد لحد دلوقتي ممنوع من التدريب مع الفريق مع فرقته ممنوع يشارك في الماتشات، هو لعيب الكوره ايه؟ انا هو انا موظف ولا حتى ولا يعني حتى لو موظف باخد فلوس برضه دي هتصبر بالنسبه لي مش هتصبرني، انا لعيب كوره انا عايز العب مش هتصبرني ان انا اخد فلوس، انا كمان ما باخدش فلوس، انا ما عنديش حاجه واحده تخليني اقعد في النادي، انا اتظلمت واتهنت بالكوره وما خدتش اي حق من حقوقي فما فيش حاجه تخليني اقعد في النادي، انت فاهم؟
تمام تمام كابتن احمد محسن طبعا لاعب نادي الاسماعيلي، بنشكرك شكرا جزيلا. يعني قصه كبيره الحقيقه، هو الموضوع صعب لان صعب جدا انت عارف ان كذا ملف. هو طبعا يعني برضه نادي الاسماعيلي معذور في حاجات الحقيقه، طبعا الامور الماديه وكان في ايقاف قيد، ويعني مشكلته كانت زي مشكله نادي الزمالك ويمكن اكبر وقت كمان اكبر الزمالك. موضوع كان كبير، فبرضه هم معذورين في حاجات، وفي حاجات يعني زي ما بتقول كده قد يكون في قرارات كان ممكن تحسن الوضع شويه، لكن الامور مش مستقر. ونتمنى طبعا الامور تبقى انا بتمنى طبعا، لان نادي الاسماعيلي نادي كبير، و طول ما النادي الاسماعيلي ونادي المصري ونادي الاتحاد الانديه ديت بتبقى ماشيه كويس، بتلاقي بتنافس مع الاهلي والزمالك وكده، بيبقى دوري قوي. بيبقى دوري قوي، غير الفرق فرق الشركات وكده، بيبقى عارف انت لما تيجي في فريق مثلا انبي او بيلعب بيراميدز ما تلاقيش في جمهور، ما فيش حاجه حلوه، تلاقي الامور حلوه، غير لما تلاقي مثلا المصري بيلعب الاتحاد تلاقي جمهور حتى بيهيصوا على اي كوره وكده، بتروح على الجول وكده. فانا بتمنى، بس انا بقول دايما الانديه دي مظلومه. ليه؟ يعني انت مستر كامل ابو علي لو ما بيصرفش على النادي المصري هتلاقيه في موضوع، استاذ محمد مصلحي لو ما بيصرفش على نادي الاتحاد هتلاقي نادي الاسماعيلي ما فيش حد بيدفع وبعد كده بيستنى فلوسه او بيحل مشاكل كتيره، مفيش. فهي دي المشكله، وضع صعب. يعني نتمنى ان شاء الله انه يتحل في اسرع فرصه. خلونا نطلع لفاصل سريع ونتقابل بعد الفاصل. عودة المتعة، الدوري الانجليزي طبعا هيبدأ، واول جولة ديربي مصري، محمد صلاح ضد سام مرسي، ليفربول وإبسويتش تاون. ونتمنى طبعا التوفيق لمحمد صلاح ولسام مرسي في الموسم، محمد صلاح تحديدا طبعا الايقونة المصرية، الملك المصري، نجم البريمير ليج، نجم الكرة العالمية، موسم مهم جدا مع ليفربول. كان في كلام كتير انه جاي له عرض من السعودية، لا هيمشي، لا بتاع، يورجن كلوب مشي، جي ارنسلوت مدرب جديد الهولندي، محمد صلاح قرر يكمل ويخوض التحدي معاه في موسم جديد. نتمنى ان شاء الله ان يكون موسم مثمر لمحمد صلاح فرديا وجماعيا، يتوج فيه ببطولات، وليه لا نشوف محمد صلاح يحقق حلمنا ويبقى احسن لاعب في العالم، مفيش حاجه بعيد. لانه ببساطه لو قدر انه ياخد دوري ابطال اوروبا مثلا مع ليفربول والدوري الانجليزي، ما اعتقدش ممكن حد ينافسه على اللقب، لقب افضل لاعب في العالم، ويتحقق الحلم اللي احنا بنحلم بيه. كمان سام مرسي من اللعيبه الحقيقه اللي كانوا في تشامبيون شيب متالق مع ابسويتش تاون، واهم لاعب في الفريق وقائد الفريق، و من اسباب الصعود الحقيقه، والصعود في انجلترا مش حاجه سهله يعني. سام مرسي كان في كلام كتير انه يعني محمد او كابتن حسام حسن، طبعا في كلام انه النني وسام، انتوا عارفين ان النني محمد النني كان مستبعد شويه من افكار حسام حسن وكان بعيد عن القائمه بعد تالقه في الاولمبياد، محمد النني موجود في قائمه المنتخب القادمه للمعسكر ان شاء الله، لكن سام مرسي بعيد عن افكار حسام حسن. والمساعدين بتوع كابتن حسام يعني نصحوه او قالوا له يعني انه يتابع سام مرسي كويس وانه هيكون لعيب مهم، وقالوا له خلي بالك لو سام شارك وتالق في الدوري الانجليزي واحنا ما جبناهوش هيبقى فيه جدل كبير جدا، وهيبقى فيه كلام يعني ازاي اللاعب بيلعب في الدوري الانجليزي الممتاز وما ينضمش للمنتخب. الاتحاد الافريقي ارسل لكل الاتحادات الاهليه بما فيها الاتحاد المصري لكره القدم انه اي اثبات لتلاعب في خصوص المراهنات اللي بدانا نسمع كلامه مراهنات وبتاع بتحصل، ايقاف 3 سنين على طول لاي عنصر من عناصر اللعبه هيشارك في اي مراهنات. من الاخبار اللي معانا ان الترجي بيرفض رحيل معتز زدام لبيراميدز، بيراميدز اتكلم وطلب اللاعب لكن الترجي هيحتفظ بيه، طبعا نجم من نجوم النادي المصري في الموسم اللي فات الحقيقه على سبيل الاهاره كان موجود. كمان بيراميدز بيفاوض المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، ومن اللعيبه المميزه جدا. خلونا كده بقى في الدقايق البسيطه اللي باقيه لنا كده نلعب لعبه مع ضيوفنا الاعزاء كابتن ابدا بحسن او حسن مصطفى. لا ازاي يا كابتن؟ فريق الموسم اذا حضر المركز هنسهلها يعني هو نفس المركز كل واحد، احنا طبعا كل ماشي. مدرب هنعتبرهم مدربين كبار طبعا حبيب. هيختار الفرقه بتاعته اللي شايفها الافضل في الموسم. هو ينفع نختار اللعيب والاحتياطي بتاعه؟ انت عايز تمسك العصا من النص، هديك الاوبشن ده لو عايز، انت حر علشان ما تزعلش حد. احنا عايزين 11 السوبر. ما لا 11 بس بيبقى في احتياطي يعني. طيب هتلعب بخطه ايه الاول يا كابتن حسن؟ 4-2-3-1. 4-2-3-1 كابتن كمون. 4-2-3-1 طيب. خلي بالك انا بحب الخطه دي قوي قوي. كانت الاشهر في الكره المصريه. لا حاجه يعني تحس ان هم متناسقين يعني.
انت في ناس في توازن في ناس بتدافع في الاربعه ورا، في ثلاثه في نص الملعب بمثلث كويسين جدا، في ثلاثه قدامهم راس حرب. طيب نبدا حارس المرمى كابتن كمونه تختار مين؟ الشناوي محمد الشناوي. الشناوي طبعا، الشناوي ومصطفى. انت كل لعيب هتقول لي بقى مين الاساسي يا كابتن؟ لا الشناوي، ما انا بقول لك الشناوي ومصطفى احتياطي بتاعي. طيب باك يمين شيبي، محمد الشيبي. كابتن حسن الشيبي ومحمد هاني مين الاساسي؟ انت لازم تاخد عند الاهلي. انا بقول الاسم الاولاني والاحتياطي بتاعي. بص هو لازم تاخد، لازم تاخد عند الاهلي. لا والله. طيب عمر، عمر اللي احتاج. لا اختار انت. انا الشيبي، انا بالنسبه لي الشيبي على فكره، انا بالنسبه لي الشيبي. طيب بقول الاسم الاولاني هو والاحتياطي بتاعه. طيب مين باك ليفت؟ هبدا بيه باك ليفت علي معلول، والاحتياطي بتاعه زيزو. زيزو قصدي ابو الفتوح. ابو الفتوح، ابو الفتوح معلول واحتياطي ابو الفتوح. طب كابتن كمونه مين الباك الشمال؟ انا شايف ان نفس اللي اختاره حسن، معلول وفتوح. بس طيب. فتوح يعني انا شايف انه خلاص معلول اتصاب، يعني هو بيتكلم في اختيار الموسم اللي فات. طيب لا الاثنين، الاثنين كويسين يعني. اثنين قلب دفاع مين؟ الاثنين انا شايف ان المسلوسي وعبد المنعم. عبد المنعم والمسلوسي. كابتن حسن عبد المنعم ورامي، رامي ربيعه. مش ياسر ابراهيم. الاحتياطي بتاعهم ياسر والمسلوسي. ياسر والمسلوسي. طيب اثنين. لا بس خلي بالك المسلوسي لعب كتير قوي وكان شايل الدفاع نادي الزمالك يعني. اصلي رامي وبعدين الاثنين اخويا كمان المسلوسي. المسلوسي ومنعم اثنين اخويا استثنائي يعني، رامي وعبد المنعم. طيب الاثنين ديفندرات انا شايف اختار، لو عايز تختار واحد وكابتن واحد لا انا شايف ان دونجا و دونجا زمالك طبعا ومروان. دونجا ومروان مين سته؟ مروان ومهند. مروان ومهند لاشين. طيب الثلاثه اللي قدام جناح يمين الاول؟ جناح يمين زيزو. زيزو. طب اروح للكابتن كمونه. جناح يمين زيزو، زيزو طبعا مفيش كلام. طب جناح شمال حسين الشحات. حسين الشحات، حسين الشحات، حسين الشحات. طيب تحت راس الحربه؟ تحت راس امام. امام والاحتياطي بتاع قفشه. والاحتياطي قفشه. راس حربه هو مفيش غيره وسام. هو مفيش فرق ده. وممكن نحط كريستون مايلي مثلا. ولا لا عايز حد مصر، حسام اشرف. انت ضد ماشي حسام اشرف. كابتن كمونه مين اللي تحت راس الحربه؟ بتاع بيراميدز المغربي اسمه ايه؟ كاي وليد الكارتي. مش امام عاشور؟ لا امام، امام موجود بس انا بقى يعني اقول مثلا امام ومعاه الكارتي يعني. مين الاساسي عشان؟ لا امام طبعا. امام. طيب راس الحربه؟ راس الحربه بتاع بيراميدز اسمه فيستون مايلي او و و بتاع اسامه ابو علي. اسامه ابو علي مين الاساسي؟ وسام طبعا. وسام يعني لا وسام عشان هو هداف و بس انا ممكن العب بالاثنين يعني، ممكن اغير الطريقه والعب 4 4 2. ماشي انت اللي اخترت خطه 4 2 3 1. عايز تخرج واحد يعني انت حر كده هتقلب 4 4 2. انت برضه انت عندك اثنين كويسين جدا يا حسن فلازم تستفاد بيه. بس في الاخر الاختيار طبعا لازم يعني احنا في الاخر برضه التشكيل ما اختلفش كتير. كابتن كمونه اختار محمد الشناوي، 4 الشيبي ومعلول ومنعم والمسلوسي، دونجا ومروان. هو يمكن الخلاف في اسمين بس، دونجا ومروان في خط الوسط، دونجا الزمالك طبعا، زيزو حسين الشحات وامام عاشور وسام ابو علي، ومعاهم فيستون مايلي وليد الكارتي كبدلاء. كابتن حسن مصطفى اختار بس في واحد برضه احنا ما اخترناهوش. مين بقى؟ ميدو جابر. ميدو جابر عامل موسم كويس. هايل جدا. نحطه احتياطي ولا اساسي؟ لا احتياطي. طيب. بس هو عامل موسم جامد جدا، احسن مواسمه بصراحه ايام المقصه. يمكن ما شفتش ميدو من بعيد من زمان. لكن هو عامل طفره كبيره جدا مع المصري. ده حقيقي، ده حقيقي يعني. واحد من الناس اللي خلت المصري يلعب كونفدراليه. الحقيقه كابتن حسن اختار الشناوي، الشيبي ومعلول، اختار منعم ورامي ربيعه، ده اول اختلاف مع كابتن كمونه. اختار مروان ومهند. كابتن كمونه كان مختار دونجا ومروان. اختار زيزو يمين، حسين الشحات شمال، وامام عاشور تحت راس الحربه، وسام ابو علي. وطبعا هو لكل مركز حط له احتياطي بس احنا في الاخر اخترنا الفرق الاساسيه. كانت حلقه ممتعه جدا بالنسبه لي الحقيقه. استمتعت بكابتن حسن مصطفى نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر السابق.
ربنا يخليك. انا اتشرف ليا ان انا موجود معاك والله. شكرا يا كابتن. وطبعا اتشرفت بكابتن محمد كمونه نجم كبير وانا يعني شخصيا بحبه وبلدياتي كمان من المنصوره. شرفنا النهارده نجم نادي الزمالك ومنتخب. انا مبسوط معاك يا وليد والله وحاجه اتشرف ومبسوط كمان مع كابتن حسن شخصيه محترمه جدا ويا رب تكون حلقه كويسه ان شاء الله. طبعا اكيد وبنشكر حضراتكم ونلتقي ان شاء الله يوم الاحد الساعه 11 حلقه جديده من بوكس تو بوكس مع الاستاذ محمد شبان.